صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا أنت وصباح الفل على كلكم في الحقيقة في صدى كبير وهائل وممتد لكل الفعاليات والحفلات اللي اتعملت في مهرجان العالمين اللي أتى تحت شعار العالم عالمين نجح المهرجان ده بالفعل إن هو يروج لمدينة جديدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم ولأول مرة ربما يحصل هذا الأمر. حصل إزاي ده؟ حصل من خلال أجندة فعاليات متنوعة وزاخرة بأنشطة موسيقية، بأنشطة رياضية، بأنشطة ترفيهية، ربما بتحدث لأول مرة على أرض مصر بهذا التنوع الكبير وبهذا الزخم الكبير في نفس التوقيت وعلى نفس الأرض. في الحقيقه يا مصطفى يعني مهرجان العالمين وللاسف كان يمكن امبارح الختام آه لمهرجان العالمين من اكتر الحاجات اللطيفه جدا جدا اللي حصلت في هذا الصيف صيف عشرين ثلاثه وعشرين واستمتعنا جدا بيها مع تنوع الأنشطة والفعاليات يمكن إحنا بنتكلم دايما أنه صعب أنك ترضي جميع الأزواء ولكن وجميع الأعمار لكن أنت نجحت أنك تعمل ده في مهرجان العالمين لأنه في الحقيقة كان في تنوع كبير قوي في الانشطه وفي الفعاليات اللي كانت بتقدم لنا من خلال المهرجان من اول الجيل بقى لما شفنا بطوله الجيل الذهبي من كره القدم لما كلنا كنا بنحب قوي نتفرج عليهم وبنتابع كره القدم المصريه اللي احنا بقى ايه دي تربينا عليها مشاركه طبعا كابتن احمد حسن كابتن خالد بيبو كابتن شادي محمد وغيرهم من النجوم الكتير قوي وجماهير كتيره قوي حضروا هذه هذه البطوله في بنتكلم يمكن شفنا البادل والتيك بول وشفنا أه أه تشالنجز او السباقات أه او تحديات الجت شفنا حاجات مختلفه جدا كل انواع الفنون يمكن شفناها على ارض العالمين السنه دي مهرجان الدراما الفاشن شوز كل الحاجات الجميله دي شفناها باختلاف فعالياتها باختلاف أه خليني اقول التارجت او ان انا بـ بـ بشوف انا عايز مين من الناس اللي عايزين يحضروا المهرجان وقدر ان هو يجمع كل الاعمار المختلفه والازواق المختلفه على ارض واحده، بدون شك خليني اقول المهرجان انعكاس طبيعي للنجاح والاهتمام اللي الدوله المصريه بتوليه يعني للمهرجان في فتره وجيزه جدا جدا خليني اقول قدرت تحقق نجاح كبير جدا يعني وخلت البقعه اللي كانت خليني اقول مليئه بالغام وخليني اقول كانت يعني غير امنه بالمره، النهارده قدرنا نخليها بقعه سياحيه ساحره بافضل اطلاله على ساحل البحر المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ خليني اقول عالمي، عشان كده ظهرت طبعا المدينه بالشكل المبهر ده طول فعاليات المهرجان اللي شارك فيه نخبه كبيره جدا من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مجالات مختلفه على مدار موسم الصيف يا مصطفى صحيح وده اللي بيخلينا نسال يا فسنت نبني ازاي على هذا النجاح حقيقي ازاي بقى يعني هنعمل ايه بعد كده احنا عندنا خطوه جابت لنا فوق المليون سائح في فتره زمنيه وجيزه اه قدرنا نحول ارض كان محدش بيمشي فيها تحديدا 21 مليون لغم لارض يجي ليها مليون سائح في حوالي شهرين وشويه ده في حد ذاته اعجاز قدرنا نحول هذه الارض لمكان مليء بالفعاليات وبالاحداث طيب هنكرر ده ازاي هنعمل ده ازاي هنستفيد من التجربه دي ازاي هل أه نفكر بصوت عالي ان احنا نعمل مهرجان تاني في شرم الشيخ أه أه او الغردقه في الشتاء هل أه نعمل حاجه في اسوان أه هل أه التجمع ده يجذب كل السياح ما بين حفلات وانشطه ترفيهيه خلاف أه ممكن يدخل عمله صعبه فنستفيد بهذا الزخم ونعمل حاجه في راس السنه نعمل ايه ده السؤال اللي احنا في صباح الخير بنساله وبناكد ان المهرجان ده قدر ان هو يقدم تجربه مختلفه جدا على ساحل البحر الابيض المتوسط الجميع اشاد بتنظيم المهرجان الاخوه العرب كلهم جم والحجوزات كانت مليانه كل الفنادق كانت فولي بوكت المهرجان ده بالفعل اعاد بقوه آآ 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 سياحه المهرجانات للواجهه خلينا نقول سياحه المهرجانات دي هنعمل فيها ايه هنشتغل عليها إزاي؟ ربما ده يبقى سؤالنا اللي هنشتغل عليه النهاردة أيضاً في صباح الخير مصر. ويمكن يعني الـ الـ خليني أقول التنظيم الشديد ده وال. الحرفيه الشديده دي حاجه متعودين عليها من المتحده الخدمة الاعلاميه في الحقيقه يعني النجاح الكبير ده في النسخه الاولى من المهرجان ده خلينا اقول انه ده اشاده كبيره جدا من مش منا احنا بس كاعلاميين لا كمان من الجمهور اللي حضر الحفلات والفعاليات اللي كانت موجوده على ارض العالمين انه نجاح كبير قوي في النسخه الاولى من المهرجان احنا بنتكلم اول مره بنشوف هنجرب هنعمل ايه لكن في الحقيقه الـ الـ الناتج كان في الآخر حاجة جميلة جدا اختلاف وتنوع كبير قوي قدر ان هو يبقى فيه بسببه اقبال كبير قوي خليني اقول على الحفلات اللي هي بترضي جميع الأذواق زي ما اتكلمنا الأذواق بقى الفنية المختلفة يعني هتلاقي حفلات بقى لنجوم مصر المختلفين شفنا تامر حسني وخليني اقول انه من الحفلات اللي كانت لطيفه قوي بالنسبه لي لانه تامر حسني من المطربين اللي بيعرفوا مش بس يقدم اغنيه كويسه لكن كمان يقدم شو حلو يعني شفناه وهو داخل وهو طاير كده في الاول من الحاجات اللي كانت لطيفه جدا جدا طبعا شفنا بقى الفنانه الكبيره العظيمه انغام اللي بحبها جدا وعجبتني الحفله قوي كان نفسي اكون حاضره الحفله دي شفنا طبعا اللي بيحبوا بقى اللون الشعبي اللي استمتعوا بحكيم ورضا البحراوي وغيره وغيره طبعا شفنا الفنان الكبير احمد سعد ولكن كمان الاختلاف في الاذواق ده اللي بنتكلم فيه انه الجيل اللي اصغر شويه اللي بيحب بقى بقى ويجز ومسلم وبيحبوا شرموفرز يمكن امبارح كان كان موجود شرموفرز وكايروكي الحفله م. الرهيبه اللي كانت مليئه بالحضور ومليئه بالجمهور الكبير جدا من الاعمار المختلفه اللي بتتفرج على كايروكي وبيحبوا بيسمعوا كايروكي شفنا نجوم عرب نورونا زي راغب علامه اليسا نانسي عجرم يعني كله كان موجود الشعبي موجود الراب موجود الطرب موجود شفنا متحط صالح طبعا الكينج والدويتوهات الجميله اللي كانت موجوده ما بين سعيد. الكينج وحميد الشاعري وغيره وغيره في الحقيقه التنوع ده هو اللي خلق حاله اقبال كبيره جدا من عند الجمهور على حفلات وفعاليات المهرجان وزي كان مصطفى بيقول مش بس الجمهور المصري لا احنا شفنا اقبال من الجمهور العربي خليني اقول آم آم يعني آم ناس كثيرة من آم يعني اخواتنا العرب من الخليج العربي من من لبنان من سوريا من غيره من غيره كانوا موجودين على ارض العالمين عشان يحضروا فعاليات المهرجان في الحقيقه نسخه ناجحه جدا من المهرجان واحنا متضايقين انه خلاص احنا كده بنقول خلاص الصيف خلص يعني بانتهاء الفعاليات المهرجان احنا بنقول ان الصيف خلص استمتعنا جدا جدا بكل حاجه حصلت في المهرجان وبنشكر القائمين على مهرجان العالمين اللي قاموا بشغل كبير جدا ناجح جدا وان شاء الله في انتظار المزيد من النسخ الناجحه اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر بنصبح لحضراتكم بنصبح عليكم مره ثانيه وخلينا نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات صباح الخير يا هاله صباح الخير يا هاله صباح الفل يا, يا مصطفى وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهارده طمنينا هنبدا الاول باستعراض احوال المرور وبعد كده نظره سريعه على الطقس بعد كده النشر المفصل ان شاء الله للطقس هنبدا مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر طبعا بنبدا جولتنا من القاهره تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه في عدد من المناطق حتى منطقه وسط البلد، ناخد بالنا ان طريق شارع الجيش هنلاحظ هناك ان في بعض الكثافات النسبيه لحد شارع بورسعيد، شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر، لو بصينا على منطقه الظاهر هنلاقي ان في هناك بعض الكثافات المروريه المتقطعه ممتده لحد الشوارع المؤديه الى شارع رمسيس واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية لو أخذنا طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد كثافات تانية برضو في الاتجاه العكسي نفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر بالنسبة لنفق الأزهر فبيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من ناحية صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان اما لو رحنا بالقرب من محطه مترو جامعه القاهره بدءا من نزله كوبري فيصل لغايه شارع التحرير فهنلاقي ان في كثافات مروريه نسبيه وايضا كثافات اخرى بدات تظهر اعلى كوبري الجامعه اما لو روحنا لمحور صفت فهنلاقي ان في كثافه مروريه بتزيد قبل اشاره جامعه القاهره لو رحنا للإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي طبعا ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد كمان هنلاقي في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية نروح لمحافظة سوهاج هنبدا من محافظه سوهاج من محطه قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافه نسبيه لو مشينا كمان هنلاقي ان طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عده طرق رئيسيه في هناك مروريه في كمان بعض الكثافات المروريه اعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعه في كثافه نسبيه وفيه كثافات نسبيه عند طريق مستشفى جامعه سوهاج كمان في بعض الكثافات المروريه البسيطه طبعا دي بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير كده خلصت نشرتنا المروريه المفصله نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره والطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه لسه في ارتفاع في نسب رطوبه على مدار اليوم وفي كمان نشاط للرياح على بعض المناطق الصبح في شبوره مائيه على بعض الطرق المؤديه منه الى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد درجه الحراره في القاهره النهارده 34 واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 41 درجه اقل درجه حراره في مطروح وهي 30 درجه طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بعد شويه اهلا بحضراتكم من جديد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع امبارح تابع في جهود اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر اغسطس اللي فات واشاد رئيس الوزراء بالدور اللي بتقوم به اللجنه في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي وكمان التعامل معها لتوفير الرعايه الطبيه اللازمه للمواطنين امبارح ايضا ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات المنتدى ودوره في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. ابرزها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعه جهود اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر اغسطس 2023، واشاد رئيس الوزراء بالدور اللي بتقوم به اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل معها لتوفير الرعايه الطبيه اللازمه والتدخلات الصحيه المطلوبه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيه. امبارح ثمن ثم منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس ورحب القرار بإسهامات منتديات مؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخ الأربعة في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدرتهم امبارح نصحت صحيفه الاندبندنت البريطانيين بزياره سته من افضل وجهات العطلات في مصر، وقالت ان الدوله تتمتع بجاذبيه خاصه لقضاء الاجازات مع مزيج فريد من بعض المعالم الاكثر شهره في العالم، الى جانب المنتجعات الشاطئيه الحديثه اللي بتحقق اقصى استفاده من سواحلها الكبيره، وقالت ان مصر بلد متاصل في التاريخ، هذه الاعجوبه الواقعه في شمال افريقيا، موطن لبعض اقدم المدن في العالم، من الاسكندريه القديمه الى العاصمه الحاليه القديمه. القاهرة امبارح اختتمت فعاليات مهرجان العالمين للموسم الصيفي 2023 في مدينة العالمين الجديدة. شاهد هذا المهرجان اللي اقيم في الفترة ما بين الثالث عشر من يوليو وحتى الثاني من سبتمبر عدد كبير جدا من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية واللي حققت في الحقيقة نجاح كبير جدا على مستوى التنظيم وعلى مستوى الأنشطة وعلى مستوى الفقرات اللي تضمنها هذا المهرجان كمان المهرجان شهد حضور جماهيري مميز جدا وده ساهم في وضع مهرجان العالمين على خريطة الفعاليات العالمية خاصة أنه كان في أكتر من عشرين حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير جدا من نجوم مصر والوطن العربي ده بجانب أكيد الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية اللي اتكلمنا ما حضرتكم فيها في بداية الحلقة هو ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه مصطفى النجاح الكبير والتنوع يمكن في اختيار الفعاليات المختلفة باختيار يعني الحفلات اللي بتناسب جميع الأذواق فامبارح في الحقيقة اختيار شارموفرز عشان يختتموا المهرجان كان اختيار موفق جدا وشفنا يمكن الإقبال الجماهيري الكبير على الحفلة بنتكلم في أجيال بقى مختلفة هنا قادرة أن هي تحضر المهرجان وهي مبسوطة وهي قادرة خليني أقول يعني تشوف كده نفسها فيها من اول ما شفنا قبل كده مسلم وويجز وكايروكي لغايه في الاختتام شارموفرز اكيد للجيل اللي يمكن اكبر شويه اللي كان بيستمتع بحفلات الكينج وتامر حسني وراغب علامه ونانسي عجرب وغيره وغيره هنروح <applause> مع بعض دلوقتي لموضوع تاني واخبار المحافظات اللي معانا النهارده ففي اسوان تم انطلاق فعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر واللي شهد حضور المئات من عمد والمشايخ ورجال الدين والأهالي من المحافظات في الصعيد المختلفة في محافظة البحر الأحمر تم تسليم عشرة طن من المواد الغذائية من أجل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفي الشرقية تم الإعلان عن توفير تمويلات لأكثر من 18 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كثيرة. في أسوان انطلقت فعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر واللي شهد حضور المئات من العمد والمشايخ ورجال الدين والأهالي من محافظات الصعيد المختلفة بجانب مشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة. في المنوفيه اعلنت مديريه تضامن انه تم تسجيل 1116 فصل محو اميه خلال شهري يوليو واغسطس وجاري استكمال تسجيل فصول جديده خلال شهر سبتمبر على ان يتم اختبارهم في اول اكتوبر المقبل في اطار سعي الدوله للقضاء على الاميه بين المواطنين وده ضمن مبادره محو الاميه وتعليم الكبار. في البحر الأحمر تسلمت المحافظة 10 طن من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة وبتتضمن 4 طن من الرز و طن من السكر و2 طن من المكرونة وتم تسليم هذه السلع لمديرية التضامن ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية انطلقت مبادرة تعليمية مجانية في مرحلة التعليم الإعدادي تحت شعار اتعلم اتأسس تهدف المبادره لجذب الطلاب الاقل تحصيلا والراسبين ومساعدتهم في تحسين مستواهم العلمي والثقافي واعاده بناء ثقتهم بانفسهم وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق تفوقهم التعليمي في الشرقية أعلنت المحافظة إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وفر 55417 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليار و108 مليون جنيه وجرى تنفيذ 18924 مشروع منذ انطلاق المبادرة بهدف تشجيع الشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات. في جنوب سيناء تستعد مدينه شرم الشيخ لاستقبال منتدى مصر الدولي لكنوز الابداع في دورته السادسه في الفتره من 1 ل 5 اكتوبر وبتتنوع فعاليات المنتدى في عده مسابقات ابرزها مسابقه اجمل صوت في الحان كنوز الابداع للموسيقار الراحل محمد فوزي بالاضافه لمسابقه الاغنيه الخاصه وايضا يتضمن المنتدى المشاركه في معرض الحرف اليدويه والازياء التراثيه ومعرض الفن التشكيلي والمشاركه في الندوه الشعريه وملتقى الفن التشكيلي في قنا تم افتتاح أعمال ترميم دير مار بجنوب مدينة نقادة، وتحتوي المدينة على خمس أديرة، تم الانتهاء من أعمال ترميم عدد منها وافتتاحها كمرحلة أولى، وكانت الأعمال بإشراف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار. في المنيا اعلنت المحافظه اجراء الكشف الطبي وصرف الادويه مجانا لحوالي 1652 حاله خلال اعمال القافله الطبيه بقريه سيوه بمركز بني مزار ضمن الخدمات الطبيه المجانيه اللي بتقدمها المبادره الرئاسيه حياه كريمه للوصول لاهالي المناطق النائيه والقرى الاكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظه. على اي حال خلينا مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. وبنصبح على حضراتكم مره تانيه هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره. الطقس هيكون حار راتب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وكمان السواحل الشماليه. شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وحار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل الحراره راتب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده لسه في ارتفاع في نسب الرطوبه على مدار اليوم. في نشاط للرياح ببعض المناطق. الصبح في شبوره مائيه على بعض الطرق المؤديه منه الى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد عشان نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجويه صباح الخير يا دكتوره منار صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بك يا اهلا بحضرتك يمكن النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره فهل في انخفاض اكتر في الايام اللي جايه ولا هيبقى الوضع كده مستمر معنا كام يوم؟ وده خبر بالفعل. سعيد ان ان يعني <applause> ان بدات يعني درجات الحراره في الـ في, الـ في الانخفاض شويه. هو بالفعل في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه اليوم لان متوقع أن يكون في تاثير أكتر للمنخفض الجوي للطبقات الجوي العليا هيعمل على انخفاض درجات الحراره وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه. خاصة فترات الصباح اللي هتحجب جزء من اشعة الشمس وتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير، ايضا المنخفض الجوي بيخلينا ما نحسش بارتفاع نسب الرطوبة الموجود في الجو لان بيوزع رطوبة في عمود الهواء ككل، اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 33 درجة مئوية، احساسنا بيها ممكن يكون ما بين ال 35 36 درجة مئوية، فاجواء حرارة رطبة على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوقت البحري، القاهرة الكبرى. اجواء شديده الحراره على المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره التحسن الاكبر في الاحوال الجويه بنلاحظ خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره اجواء معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه لان كمان بيكون في نشاط رياح في معظم المحافظات سرعتها ما بين 30 35 كم على الساعه نشاط الرياح ده بيقلل احساس بنسب الرطوبه بشكل كبير فبيخلينا نحس بنسمات الهواء اللطيفه فترات الليل وحتى كمان لحد فتره الصباح الباكر ما زالت الشبوره المائيه معانا هي الظاهره الجويه المؤثره فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه لكن هي بتؤدي لانخفاض جدا في الرؤيه الافقيه وايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس هي تقريبا 7 8 صباحا شبورة المائية تتلاشى والرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق ويمكن الأجواء اللي فيها تحسن دي مستمرة معانا حتى يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله لأن مع يوم الأربع هيبدأ يأثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا فيبقى في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هيبدأ معانا يوم الأربع ويستمر معانا على الأقل اليوم الجمعة القادمة وهنبدأ تاني نحس بالأجواء شديدة الحرارة لأن متوقع ان قيم درجات الحراره توصل ل 36 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى بس نسب رطوبه في الاوقات اللي موجوده مع نهايه الاسبوع هتكون اقل طبعا لان كتل معظمها كتل هوائيه صحراويه هتكون نسب رطوبه فيها اقل لكن هتظل معاها اجواء شديده في الحراره ففي ارتفاع في درجات الحراره لان احنا ما زلنا في فصل الصيف فصل الصيف ينتهي رسميا 22 سبتمبر فلحد 22 سبتمبر هنفضل في تذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره لكن مجمل شهر 9 ان شاء الله بيكون في اجواء تحسن في الاحوال الجويه او اجواء معتدله عن شهر 8 بس مهم جدا ناخد بالنا ونتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره تحديدا من 12 الظهر لحد الساعه 3 4 العصر بقدر الامكان لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره أم. والفتره كمان دي فتره تقلبات جوية لانها فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. صحيح بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات.

كده خلصت نشرتنا الجويه المفصله، عوده ليكم مره ثانيه بسانتو ومصطفى ومتابعه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا. دلوقتي نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان المباريات اللي هتتلاعب في الجوله الرابعه من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فوزارة التضامن أعلنت عن بدء تكليف الدفع 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2023 على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم النهاردة آخر يوم لطلاب الدبلومات الفنية للتقديم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة هيلتقي كريستال بالاس مع وولفرهامبتون الساعة 4 العصر في نفس التوقيت هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا والساعة 6:30 هيلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد النهارده العشاء الدوري الاسباني موعدهم مع اربع مباريات قويه من عمر المسابقه هيلتقي جيرونا مع الاس بالماس الساعه ثلاثة الساعة خمسة وربع مباراة ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو الساعة سبعة ونص هيلتقي أتلتيكو مدريد مع إشبيلية مباراة برشلونة مع أوساسونا هتكون الساعة عشرة بالليل على أرضية ميدان العالمين انطلقت فعاليات سباقات الهيجن واللي بتعتبر رياضه لها عشاقها وليها ناس بتسافر لها من مختلف المحافظات وبتقطع ليها مسافات كبيره جدا حبا في مشاهدتها مش بس المشاركه فيها في الحقيقه مصطفى السباق في مضمار العالمين شارك فيه هجانه من حوالي 11 محافظه وده وسط حضور لافت من سائحين وزوار الساحل الشمالي واهالي العالمين وسط حضور لافت من سائحي وزوار الساحل الشمالي واهالي العالمين، انطلقت فعاليات سباق الهجن بميدان العالمين، وهو ثاني سباق هجن تنشيطي للموسم الرياضي بدعم من اتحاد الهجن بدوله الامارات العربيه المتحده. وتاتي فعاليات الهجن استكمالا لسباقات الموسم، خاصه ان مدينه العالمين اصبحت جاذبه لعشاق ومتابعي اقدم واعرق الرياضات العربيه، وهي سباقات الهجن. السباق شهد حضور عدد من ملاك الهجن من كل المحافظات وصلوا للميدان للمشاركه في التنافس على اول الاشواط ووصلت اعداد المشاركين 400 مشارك من محافظات سيناء ومطروح والوادي الجديد والمنيا والاسماعيليه والسويس بالاضافه الى باقي المحافظات وذلك بعد ان وجه الاتحاد المصري للهجن دعوه للهجانه من كل محافظات مصر للمشاركه في السباق. فعاليات سباق الهيجن انطلقت بعد تسجيل كل جمل مشارك وفقا للشروط المنظمه للسباق وفي مقدمتها وجود شريحه الكترونيه مزروعه بكل جمل تحمل البيانات الرسميه المسجله وهي الاسم والنوع والسلاله وتاريخ المشاركه في كل السباقات والفعاليات وحيث تهدف هذه الاجراءات الى ضمان نزاهه السباق وتوثيق بيانات الهيجن المشاركه وشهد ميدان سباقات الهيجن بالعالمين اقبالا ملحوظا من محبي متابعه سباقات الهيجن القادمين من المحافظات بالاضافه الى حضور لافت من سائحي وزوار الساحل الشمالي الى جانب اعداد من اهالي سكان مناطق العالمين وقريه سيدي عبد الرحمن لمشاهده متعه التنافس بين الجمال للوصول لاول المراكز طيب لكل عشاق بقى سباقات الهجن خلونا نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن صباح الخير على حضرتك واهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الفل صباح الجمال بفتح الجيم وصباح الجمال بكسر الجيم صباح الفل عليكم <applause> يا صباح الفل على حضرتك يعني ايه هي الفعاليات اللي اشتمل عليها سباق مضمار العالمين لسباق الهجن؟ نعم ويمكن يمكن بداية هو الرأي من الخارج أو المشاهد عن بعد يعتقد أن هي عبارة عن سباقات فقط ولكن بأمانة هي هي عبارة عن نافذة على الموروث الشعبي البدوي بوجه عام هذه الرياضة كما ذكرتم في تعليقكم في تقريركم أنها رياضة قديمة ويعني قدم التاريخ والناس طبعا كانت سباقات داخلية بين القبائل في او في في التجمعات البسيطه مم. ثم بدات بدانا في تاسيس اول نادي في منطقه بئر العبد أه ثم الاتحاد المصري اسس عام أه 2002 يعني احنا حاجه و20 سنه الان 21 سنه مم. لتاسيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن بدا اول مضمار أقيم اول مضمار في مدينه العريش وبعده يمكن بدا في اقمنا مضمار اخر كبير في شرم الشيخ وهو مضمار عالمي ثم في واحد 21 اكرمنا الله في محافظه مطروح واقمنا مضمارين مضمار في مدينة العلمين قرية سيدي عبد الرحمن ومضمار آخر في مدينة السلوم قرية بقبق يعني بين براني وبين السلوم بحوالي 40 كيلو يعني هي قبل مدينة السلوم بحوالي 40 كيلو التجمعات اللي بدأ بدأت أو يجذبها هذا النشاط بدات من راس الدوله سواء كان في مصر عن طريق السيد رئيس الجمهوريه ثم سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات بدعم لهذه السباقات حضروا يعني حضر السيد الرئيس وسمو الشيخ حضروا في شرم الشيخ بطوله من البطولات <applause> وسمو الشيخ حضر ايضا في العالمين كان يمر بسيارته مع المارين بسياراتهم حول السباق، طبعا حضرتك ان احنا الـ الـ الان الراكب مش راكب بشري، زمان كان الراكب على ظهر الجمل راكب بشري، الان راكب الي يحرك ب اسمه ريبوت، يحرك بريموت كنترول من خلال سائق السياره الذي يدور حول هذا الملعب. يمكن <applause> البطوله دي لما نقول تنشيطي في بطولات اخرى اكبر يعني كانت منذ ايام او شهر 8 اعتقد كان في بطوله تعتبر اكبر لان احنا بنقول تنشيطي اللي هي تبقى جوائزها اقل من جوائز البطوله الاكبر اللي هي بيبقى فيها توسع وحتى العدد الجمال يعدي الألف جمل. البطولة دي تحديدا شارك فيها حوالي 400 من الهجن زي ما برضو تفضلتم في التقرير ان وصلنا لمرحله الان ان انا مش محتاج يعني كان زمان يحلف لما يجي صاحب الجمل يدخل البطوله يحلفوه ده جملك لا مش جملك لا الان انا بالشريحه اللي موجوده في داخل الجمل اعرف تاريخ ميلاده او جاي منين وكل ما, ما اعرفه الان احنا عندنا على فكره جمال موجوده في مدينه الطائف في السعوديه أي. عندنا 80 جمل حاليا موجودين في بطوله الطائف بحول الله أي. ستنتهي البطوله يوم 8 9 الحالي نعم طيب انا انا برضو يعني يهمني يعني اعرف انعكاس مهرجان العالمين على حضراتكم مرح كان الختام بتاع المهرجان العالمي وبطوله الهجن تقام خارج الفعاليات الرسميه لهذا المهرجان ولكن بالتاكيد في تاثير نعم ايه هو نعم. التاثير ده صباح الفل مصطفى هو بالفعل هو تاثير ايجابي تاثير غير عادي اولا طبعا يقولون دائما الانسان عدو ما يجهل في البدايه احنا بالنسبه للمنطقه الغربيه نختلف عن اهلنا في الشرق يعني في الاسماعيليه وفي سينا الهجن معروفه في الغرب ما كانتش معروفة بالشكل ده كان عندنا الجمال العادية اللي هي الأقصر اللي هي خاصة بالحليب والأحمال فقط لكن لما بدانا بدات البطولات هنا اول اول بطوله ما شاركش حد من المطروح البطوله الثانيه بداوا بعض المستثمرين يشتروا مجموعه من الهجن ودخلوا بها البطوله فبدا الموضوع استثماري انعكاس استثماري اولا وانعكاس ايضا لحفظ ذاكره هذا المجتمع المجتمع البدوي وباقي عام انا لا اقصد المجتمع المطروحي فقط انا لما تكون بتكلم على المجتمع البدوي بتكلم على حوالي نصف محافظات الجمهوريه فيها يسكنها اهلنا من اصحاب الثقافه البدويه فلما لما يحمل واحد من الوادي الجديد او من الاقصر ومن اسوان ويتحرك لغايه العالمين او يتحرك لغايه مدينه السلوم لو في بطوله في السلوم هنا ده ده اعتبره حراك غير عادي في نفس الوقت احنا زمان كان بنحتفي بالموالد وبالكذا وبالاحتفالات الكبيره كانت بتبنى الخيام هنا برضه في البطوله قبل البطوله بحوالي خمس ست ايام بيبقى في رواق غير عادي في بيع وشراء وحراك والسواح اللي يجو. المستغربة المشهد في ناس تيجي بسياراتها سيارات دفع رباعي مخصصة بتيجي بتجول حول المضمار اللي هو خمسة كيلو متر يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن بدأت الناس يعني تتفهم ايه هو ايه هو موضوع الهجن دي تحديدا وفي نفس الوقت زي ما قلت عندنا مجموعه وعندنا بطوله بعد كده بحاول الله تبقى في مدينه الرياض وسافرنا لتونس بالجمال وسافرنا الكويت في الطياره بالجمال شاركنا في العديد من البطولات لما يبقى المواطن العادي استشعر بان هذه البطوله او هذه هذا الكائن انا اربى بنفسي ان اقول عنه حيوان لا لا هو في الحقيقة يعني الجمال أو الهجن بشكل عام يعني إحنا كمان ما بنعتبرهاش من الحيوانات لا إحنا بنعتبرها أكيد من ال... خليني أقول الرياضات المهمة جدا السباقات دي النوع ده من السباقات ليه محبينه م. او العشاق لي من جميع انحاء العالم انا في الحقيقه اعرف ناس بتيجي مخصوص عشان تتفرج على حقيقي. هذا النوع من السباقات بنتمنى لكم كل التوفيق وبنشكرك دكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن وان شاء الله مزيد ومزيد من النجاحات والسباقات اللي تجذب سياح مختلفين لهذا النوع من السياحه المتخصصه قوي يعني في ناس بتحب النوع ده بالذات من السباقات صحيح صحيح خلينا نروح لخبر تاني واعتقد الخبر ده يعني بالنسبه لجيلنا يمكن بيمثل كان بيمثل حلم <applause> احنا زمان كنا بنلعب كوره في الشارع النهارده في دوري للشوارع والاحياء اتعمل في البحر الاحمر في محافظه البحر الاحمر طلق دوري الشوارع والاحياء والساحات الشعبيه وده دوري كره قدم بيستهدف توسيع قاعده ممارسه الرياضه بيستهدف الوصول لكل انحاء المدن والمراكز بيستهدف التشجيع على ممارسه الرياضه لكل فئات المجتمع. هيا الدوري ده بيشارك فيه حوالي 68 فريق في خماسي كره القدم بمدن المحافظه. تم تقسيم الفرق دي على التسع مجموعات لتشجيع المنافسه بين الاطفال وشباب الانديه الصغيره والاحياء الشعبيه بالمحافظه. خلونا نشوف مع حضراتكم تقرير يحكي لنا بالتفصيل ايه اللي بيحصل. بمشاركة 68 فريقاً رياضياً انطلقت فعاليات دور الشوارع والأحياء والساحات الشعبية بمحافظة البحر الأحمر وتشهد المحافظة حالياً تدشين فعاليات التصفيات التمهيدية لدور الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماس كرة القدم وتحمل شعار دور الشوارع والأحياء والساحات الشعبية والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وتحديداً الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فعاليات دور الشوارع والاحياء والساحات الشعبيه تاتي في اطار استراتيجيه العمل على توسيع قاعده ممارسه الرياضه وتشجيع المنافسه بين اطفال وشباب الانديه الصغيره والاحياء الشعبيه بالمحافظه هذا الى جانب نشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تشجيع المواطنين على ممارسه الرياضه وجعلها اسلوب حياه واستطاعت محافظة البحر الأحمر تسجيل 68 فريقاً في خماس كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم إلى تسع مجموعات هي رأس غارب، الغدقة، سفاجة ألف، سفاجة ب القصير، مرسى علم، الشلاتين، أبو رماد وحلايب دلوقتي هسيب حضراتكم مع موجز لها واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملاوي يا هلا شكرا مصطفى الثامنه صباحا بتوقيت القاهره الخامسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم <متصفيق> <متصفيق> تنطلق اليوم جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مدينة نصر على ان يخصص اليوم للمحور السياسي ومن المقرر ان يخصص يوم الثلاثاء للمحور الاقتصادي والذي سوف تناقش فيه لجنة تناقش فيه لجنه التضخم وغلاء الاسعار على مدار جلستين ارتفاع الاسعار وسبل تقليل العبء على المواطن كما تناقش لجنه الدين العام وعجز الموازنه على مدار جلسه واحده بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائده من الاقتراض الداخلي والخارجي وتناقش لجنة الصناعة على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة للمديين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 حيث شهد المهرجان الذي أقيم في الفترة من الثالث عشر من يوليو وحتى الثاني من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحاً كبيراً وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العالمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم علمين حقق نجاحاً مبهراً على كافة المستويات ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانيتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيا السوداني في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس اقليم كردستان العراقي الاوضاع في كركوك وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اكدا في الاتصال تكثيف العمل المتكامل من اجل تفويت الفرصه على كل من يعبث بامن مدينه كركوك واستقرارها هذا وتم التجديد خلال الاتصالين على اهميه عدم اتاحه المجال امام اي عناصر غير مسؤوله تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس للمحافظه قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلانسكي ان سفينتين اخريين مرتا عبر ممر شحن مؤقت في البحر الاسود تم انشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب ولم يحدد زيلانسكي هويه السفينتين ولم يذكر متى اكملتا مرورهما واكد الرئيس الاوكراني ان بلاده تستعيد حريه الملاحه الحقيقيه في البحر الاسود أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو مقتل شرطي وأربعة مدنيين مساعدين للجيش جراء هجوم في شمال وسط البلاد، وأضافت هيئة الأركان العامة في بيان أن الهجوم وقع ضد موقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن لافتة إلى أن عددا من وحدات الشرطة انتشر في إطار تعزيزات، وذكرت الهيئة أن المهاجمين اضطروا إلى التراجع في مواجهة القوة النارية للوحدات التي تمكنت من تحييد نحو عشر مسلحين قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو ان الرئيس امر باستدعاء سفراء بلاده في انحاء العالم على الفور واضاف المتحدث باسم الرئيس النيجيري ان الرئيس اكد ضمان ان تكون الكفاءه والجوده ذات المستوى العالمي من الان فصاعدا هي السمه المميزه لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء وقال مكتب تينوبو في بيان إنه تم إعفاء ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف من الاستدعاء بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر قام الرئيس الامريكي جو بايدن بزياره الى فلوريدا للقاء المتضررين من اعصار اداليا الذي اسفر عن مصرع شخص واحد على الاقل والحق اضرارا في مدينه في مدن عدة في الولايه وتسبب الاعصار اداليا في ارتفاع منسوب المياه وفيضانات واسعه النطاق في فلوريدا وواصل مساره المدمر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحده في شكل عاصفه استوائيه <applause> انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل بنرحب بحركة مرة تانية في الحقيقة سياحة المهرجانات من السياحات المهمة جدا على مستوى العالم وفي الحقيقة أيضا أن مهرجان العالمين الدولي قدر أنه هو يحقق هذا النجاح المرتبط بسياحه المهرجانات على مدار الايام والاسابيع اللي فاتت شفنا عروض فنيه شفنا حفلات غنائيه شفنا فعاليات رياضيه كل دي احداث اتحطت تحت خانه المهرجان وخدمت المدينه وقدرت ان هي تعمل زخم شعبي وقدرت ان هي تحط هذه المدينه الوافده حديثا بعد غياب بوجود 21 مليون لغم الوافده حديثا الينا على منصة الجذب السياحي مش بس المصر على خريطة العالم كله. هنا بقى يا مصطفى احنا بنسأل او م. بيجي السؤال انه بعد النجاح القوي ده اللي قدر يحققه مهرجان العالمين في الدولي في نسخ نسخته الاولى ازاي نقدر ان احنا نعظم الاستفاده الاستثماريه بقى هنا من خلال هذا المهرجان السنين اللي جايه نقدر نعمل ايه بحيث ان احنا نجذب عدد كبير من المستثمرين السؤال ده هيجاوبنا عليه بالتفصيل النهارده ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور رأفت يوسف استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه اهلا بيك يا فندم صباح <applause> يعني خلينا نتكلم في البدايه قبل اي حاجه خالص ليه المهرجان نجح؟ يعني ايه اللي نقدر نقول عليه النهارده دي من ادوات النجاح اللي قدر يحققها المهرجان؟ اداره مم. يعني احد الحاجات مهمه جدا انا استاذ اداره في الاكاديميه البحريه علم الاداره اول وظيفه اساسيه فيه هي التخطيط، اي آه. مشروع، اي مهرجان، اي حاجه في الدنيا لو حطيت لها خطه مظبوطه هتنجح، يعني انا افتكر جورج برنر شو عنده جمله حلوه جدا بيقول الناجح لديه خطه وبرنامج، اما الفاشل فلديه تبريرات، فانت عشان تنجحي في اي حاجه في الدنيا لازم يبقى عندي خطه، حتى الطالب اللي في المدرسه عشان ينجح لازم يبقى عامل خطه كده للمذاكره، الخطه دي بتشوف انا بعمل المهرجان ليه؟ فايه الهدف اللي انا عايز أوصله الحاجة التانية ايه الاكشن او الحاجات اللي انا لازم اعملها الحاجة التالتة حاجة وحاجة مهمة جدا فكرة التقييم أنا كنت حاطط هدف معين، إيه اللي اتحقق منه؟ م. لازم أحط حتة التقييم، والتقييم ده هيساعدني بقى في السنة الجاية، طب إيه الحاجات اللي أنا شايف انها اتعملت بشكل متوسط السنة دي أعملها السنة الجاية؟ فأي حاجة في الدنيا عشان تنجح لازم يكون ليها خطة، والخطة دي بتشمل النقاط اللي أنا اتكلمت عليها. عظيم جدا، طيب إحنا عندنا معطيات، المعطيات إن كان عندنا مدينة فيها 21 مليون لغم وتحولت من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام. وجبنا فيها في وقت قياسي شهرين وشويه اكتر من مليون سائح في وقت احنا كنا بنشتكي فيه من العمله الصعبه ومن ان ما فيش دولار وخلافه نبني على ده ازاي ازاي بقى لو حضرتك بتقول اداره نستفيد من هذه التجربه ازاي ونكررها ونستنسخها ونستفيد فيها على الاقل في الشتاء اللي جاي هو نجاح المهرجان ده جزء كبير جدا منه جوه التخطيط برضو فكره القوة الناعمه ان انا عندي تنوع شديد جدا ما بين نجوم مثلا كوره ما بين نجوم فن ما بين نجوم ده في حد ذاته يعني يعني عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره الناس كثيرة ما بتعرفش معلومات غير من خلال النجوم يعني عادل الإمام لما جاب مثلا الحب في زمن الكوليرا محدش كان يعرف جابريل جارسا ماركيز اتعرف منين؟ من خلال القوة الناعمة. فأنا دلوقتي لما بيكون عندي نجوم بجيبهم في مكان معين والنجوم دول ليهم جمهور كبير جدا شيء طبيعي ان ده هيعمل جذب سياحي سواء داخلي او خارجي يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا اوبرا وينفري مثلا في 2011 رحت اشتريت كده كان حاجه جهاز زمان كنا بنقرا عليه الكتب كان اسمه اي ريدر اللي هو امازون كيندل ودخلت على الويب سايت بتاع امازون قالت انه امازون كيندل ده احلى حاجه حصلت لي في حياتي تخيل ايه اللي حصل من كتر ما الناس دخلت تعلق على الكلام اللي قالته اوبرا وينفري وتشتري الجهاز ده السايت نفسه بتاع امازون وقع ده ايه احنا بنقول هنا ايه ده مثال جيد لقوة او تأثير القوة الناعمة فانا لما اجيب كل النجوم دول واحطهم في مكان شيء طبيعي ان ده هيبقى جذب سياحي المنطقة كلها بتشتغل بالفكرة دي السعودية الامارات كل دلوقتي بيفتك بيبص على فكرة القوة الناعمة ازاي تبقى ليها دور ايجابي في جذب السياحة مصر فيها اماكن جميلة جدا بس احنا حتى في الادارة عندنا فكرة سامبلينج يعني ايه يعني دوقك ادوات حته صغيرة اول ما تدوق الحته الصغيره بتعجبك هتعمل ايه هتيجي مره واثنين وممكن المره الاولى اللي إن انا بدوقك فيها دي اقول لك تعالى انت كساح تعالى انا هجيبك بنص ساعة انا هجيبك مجانا فلما تبص وتشوف الجمال والحلاوه والحل... اللي موجوده دي ايه اللي هيحصل هتيجي مره تانية وبعدين تعمل لي حاجه بنسميها الورد اوف ماوث او كلمه الفم الاجابه تقول لناس ايه ده لا ده فعلا مصر جميله جدا العالمين دي من احد يعني حته من الجن فخلاص هتلاقي كل شويه تلاقي حد ودايما في الاداره بيعتبروا انه اي شركه ناجحه لو احنا افترضنا ان ده شركه او مشروع هي اللي 70% من العملاء الجداد بتوعها بيجوا عن طريق كلمه الفم يعني انا ممكن بعد شويه ابطل اعلانات عن مهرجان العالمين لكن الناس اللي جت السنه دي هتجيب لي 10 اضعاف الناس دي السنه الجايه ويبقى احنا كده مشينا بشكل تلقائي جدا وما صرفتش فلوس كتير يعني. انا عايزه اقول ان كمان ده بس ما خدمش العالمين الجديده ده خدم الساحل الشمالي بشكل عام يعني آه وجود السياح في الوقت ده آه آه العدد الكبير ده خدم كل آه آه او اي خليني اقول بيزنس بيخدم هذه المنطقه لكن خليني اتكلم بقى عن النهارده النجاح اللي حققه المهرجان، ازاي نقدر ان احنا نعظم الاستفاده الاستثماريه من المهرجان؟ احنا خلاص ابتدينا يبقى في التجربه الايجابيه من وورد اوف ماوث زي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني الـ الـ الناس ابتدت تتكلم بطريقه ايجابيه عن المهرجان، ابتدى السياح يعرفوا منطقه العالمين الجديده وما فيها من ايجابيات ومن فعاليات مختلفه بتقام على ارض العالمين، ازاي اقدر اعظم الاستفاده الاستثماريه من هذا المهرجان بقى فيما بعد قدام اقدر اعمل ايه؟ شوف برضه لو احنا هنتكلم من مفهوم اداري علم الاداره بيعتمد على حاجه مهمه جدا اسمها البحث او الريسيرش. خدي حكس عينه من الناس اللي حضرت السنه دي واساليهم اربع اسئله، ايه اللي عجبك؟ ايه اللي ضايقك؟ ايه اللي ضايقك جدا؟ ايه اللي نفسك السنه الجايه تشوفه ومش لاقيه؟ يعني دايما احنا بن... احنا كمسؤولين عن مشروع معين بنبص من وجهه نظرنا احنا لكن يهمني الشخص اللي جاي هو ايه اللي ما شافوش كان عايز يشوفه مثلا ممكن يجي يقول ايه طب ما نعمل معارض زي مثلا ما بتعمل مثلا معارض كبيره في في الامارات مثلا جالف فود مثلا واحنا في مصر بنعمل طب ما نعمل معارض جوه القصه دي طب ليه ما نعملش مثلا مسابقات نجيب شركات ناشئه وتبتدي الشركات دي تعرض المنتجات بتاعتها او تعرض الافكار بتاعتها ون... زي ما بعض البرامج في التلفزيون بتعمل كده فنعمل القصه دي فهي بتعتمد على فكرة فكرة اسمعي من الناس اللي حضرت ايه اللي ناقص من وجهة نظرهم وشوفي ايه اللي ناقص ده فعلا ده منطقي ولا لا وابتدي بشكل او باخر اضيفه السنة الجاية انت في فندم احنا عملنا تقارير سألنا فيها الناس اللي كانت بتحضر المهرجان فعلا انتوا رأيكم ايه حابين تشوفوا ايه السنة الجاية كل الناس قالت ركزت على يمكن الفعاليات الفنية والغنائية وقالت احنا حابين نشوف يمكن نجوم اكتر كمان يعني عايزين يمكن عدد ايام اكتر فنشوف نجوم اكتر نحضر لهم حفلات اكتر بس انا هقول لك احنا في علم الاداره م. حلو اللي انتم بتعملوه بس ده أنتوا مش متخصصين ان احنا نعمل ايه؟ بنجيب شركات ابحاث تسويقيه تقعد مع الناس دي وتعمل الكلام ده بشكل ممنهج وتطلع في الاخر بتوصيات، التوصيات دي لو حضرتك عملتيها السنه الجايه احنا دايما بنعتبر في علم الاداره ان العميل هو الكينج بتاعنا، هو ده الملك بتاعنا اللي عايزه العميل انا لو عملته خلاص هو هيبقى مبسوط ويجيلي فلو ده اتعمل بشكل ممنهج من خلال شركات متخصصه في الابحاث هيطلع لك في الاخر تقرير يقول لك بالظبط ايه الحاجات اللي عجبت الناس فتزوديها السنه الجايه وتديها مساحه اكبر، ايه الحاجات اللي الناس عايزاها وما كانتش موجوده نبتدي نخلقها السنه الجايه، يعني في حاجه طبعا في علم الاداره اسمها سياسه المحيطات الزرقاء، هي دي بتعتمد على الفكره دي. شوف ايه اللي عجب الناس ايه اللي ما عجبهاش إيه اللي ضايقها ايه اللي نفسها تلاقيه لو عملت الكلام ده هتنجح بشكل ده جيد وده كلام جميل بس يعني لو انا عايز اخلق جمهور تاني يعني انا عندي مثلا جمهور عربي خليجي بس انا عندي مساحه ان انا اخلق جمهور مثلا من البحر المتوسط ان انا اجيب بتوع ايطاليا واليونان وكل كل مثلا التركيه والجنوب الاوروبي م. كله يجي يصيف عندي باعتبار ان هي مدينه ذكيه وخلافه فانا عندي مساحه ان انا اخلق جمهور تاني غير الجمهور الاولاني يعني حضرتك بتقول لي ان انا اخد العينه او الاسئله من الجمهور اللي عندي طب ما انا ممكن اخلق جمهور تاني تعالي حضرتك اشتغل الاثنين ما هو انا مش عايز الناس اللي جت السنه دي ما تجيش السنه الجايه فانا اللي جه السنه دي عايز اخد منه عينه عشان اعرف هو بيفكر ازاي لو انا عندي عينه تانية ناس جمهور مختلف خالص ما حضرش النهارده روح اعمل معايا بحث تسويقي هناك قول له دلوقتي انت في تركيا دلوقتي بتروح تصيف فين؟ قال لك بروح اصيف في فرنسا، تقول له ايه اللي انت لو شفته في مصر تيجي مصر؟ فهي نفس الفكره بس انت اعملها على الناس اللي انت عايز توصلهم بس الناس اللي جول السنه دي افقدهم ليه؟ ده على العكس ده جه منبسط فممكن يكون للسنه الجايه لو شاف حاجه زياده زياده هيجي مره تانية فانت اعمل على دول واعمل على الشريحه التانية اللي انت عايز تروح ليها سواء بقى في البحر المتوسط او في اوروبا أو في امريكا وتفر المكان اللي انت رايح له. <applause> طب خليني اتكلم بقى مع حضرتك وجهه نظرك الاداريه اكتر عن العروض يمكن اللي اتعملت في اثناء فعاليات المهرجان احنا بنتكلم عن فعاليات مختلفه سواء رياضيه سواء فنيه ثقافيه رايك ايه في التنوع ده وحضرتك دكتور في الجامعه النهارده انت قادر تخاطب جيل جديد، ايه اللي الجيل الجديد كمان حابب يشوفه؟ هل اختلاف الاذواق او اختلاف الفعاليات دي ردت الاذواق اذواق الشباب الصغير كمان خليني اقول؟ هو التنوع حلو جدا يا حتى ايفن احنا واحنا في المحاضرات ممكن واحنا بنعرض حاجه في علم الاداره اعرض مثلا التخطيط ده في الكوره بيعملوه ازاي طب في الفن بيعملوه ازاي طب مش عارف في البيزنس بيعملوه ازاي ده الى حد كبير بيشد الناس وفي استراتيجيه لطيفه دايما بنستخدمها في الاداره اسمها انترتين اند يعني انك تعلمي حد الناس ما بتحبش العلم بصفه عامه الناس بتحب دايما الفكاهه والخفه فحطي العلم جوه قالب كده لطيف يعني برضو احنا لازم يكون في المهرجان جزء علمي بس معمول بشكل فكاهي ولطيف يعني انا مثلا بجيب نجوم بيتكلموا عن حياتهم الشخصيه طب ما انا ممكن اساله حاجات ليها علاقه مثلا بالاداره انت نجحت ازاي ازاي بتخطط لمستقبلك يبقى ما تبقاش الاسئله كلها مخططه طب انت اتجوزت ازاي طب انت مش لا انا عايز كمان جوه الاسئله دي اسال اسئله ليها علاقه بان هي اوصل رساله ايجابيه للشباب حد نجح وهو في سن صغير اعرف ايه اسباب نجاحك ايه المعوقات اللي انت واجهتها يعني برضو لازم خلي بالك مصر من زمان بلد العلم والثقافه يعني تخيلي لما نجيب محفوظ ويوسف ادريس الاثنين في نفس السنه بيتنافسوا على جائزه نوبل للاداب ده معناه ان مصر من من اعظم الدول اللي قدمت ثقافه وقدمت علم فانا برده مش عايز المهرجان بس يبقى تركيزه كله على الفنون بس لا انا عايز كمان يبقى فيه جزء م. آه ثقافي وعلمي بحيث ان بس الثقافه ما تتحطش لوحدها صحيح. حطيها مع النجوم لان الناس بتحب النجوم انا لو عملت ندوه دلوقتي وندوه علميه بحته اللي هيحضر عدد قليل لكن انا عامل ندوه علميه فيها نجوم فن ورياضه هتلاقي الناس كلها حضرت فحطي بقى يعني سوري ان انا اقول اللفظ ده السم في العسل الناس ما بتحبش العلم للاسف الناس بتحب دايما الحاجات اللي دماغها خفيف لا حطيلي السم ده اللي هو العلم جوه العسل اللي هو وجود النجوم فانا عملت ايه وص... جبت جذبت الناس وفي نفس الوقت ما عملتش ترفيه بس انا عملت ترفيه وطلعتهم بمعلومه تساعدهم لان مصر عشان تتبني مش هتتبني بالترفيه بس لا مصر عشان تتبني هتتبني بالعلم بالثقافه بالتخطيط فلازم نعمل مزج بين الاثنين بشكل لطيف صحيح طيب يعني الحاجه ام الاختراع واحنا كان عندنا حاجه شديده للعمله الصعبه وعملنا حاجه اسمها مهرجانات او مهرجان العالمين ونجح باعتقادي ان الدوله المصريه او صانع القرار المصري هيبني على ده سياحه المؤت... المهرجانات الوافد الجديد في علم السياحه طبعا هي موجوده في العالم كله لكن احنا اول مره يعني نعمل كل الايفنتس دي على ارض واحده في توقيت واحد بتركيز اعلامي واحد بحرفيه عاليه بصراحه بحرفيه عاليه بتسويق عالي بره بحجوزات كمان تستقبل ما انت ممكن تعمل كل ده والناس تجي لك وما تعرفش تسكنهم ف بلان بي ايه من وجهه نظرك شرم الشيخ الغردقه لو عايزين نعمل حاجه في الشتاء اسوان نقدر نكرر نجيب فيهم كل النجوم دول نجيب بقى نسخ عالميه نجيب مطربين عالميين نعمل مسابقات رياضية بحيث أن العجلة تدور آه بس خلي بالك من حاجة صغيرة احنا بنتكلم على السياحة السياحة حاجة مهمة جدا لكن احنا عايزين السياحة دي كمان تسمع في حاجة تاني جوه مصر مم. ودي ممكن تبقى مصدر جيد جدا للعملة الصعبة اللي هي الصناعة مم. يعني انا عايز السائح اللي جاي ده يتفرج اجذبه بشكل او باخر انه يستثمر في مصر ان هو يعمل مصنع في مصر يعني مثلا انا انا مع حضرتك بس ده يعني الصناعه ليها وقت إيه الدوله شغاله في محور الصناعه وفي محور الزراعه بارلل في اكتر من حاجه يعني في مصنع بيتفتح في بلد <applause> بس انا عايز اربطها بالسياحه هو حكي الناس اللي بيجوا دول مش ممكن يكون في مستثمرين جايين يصيفوا ما هو ليه انا <applause> كمان جوه المهرجان ده ما ادورش على الناس دي واقدر بشكل او باخر ان انا استعرض معاهم فرص كلام جميل طب لو عايزين نبني على سياحه المهرجانات يعني ناخد من النتيجه اللي حصلت نجاح اللي حصل في ونطبقه هو يعني احد النقاط الاساسيه اللي ممكن تعملها ان المهرجان ده يتعمل بشكل اخر في فتره تانية مثلا شتويه بحيث ان انت تبقى عندك مرتين في السنه يعني الحاجه الثانيه فكره التنوع في في حاجات ما اتعملتش في المهرجان ده في فقرات ممكن ما تبقاش موجوده زي مثلا حاجات ليها علاقه مثلا بالثقافه يبقى تتكرر السنه الجايه يعني انت عندك حاجتين يا اما اماكن يا اما الحاجه الثانيه يعني فقرات ما اتعملتش تتعمل بشكل اخر ده اللي ممكن يعني بشكل معين يبقى يعني مصدر جذب للناس في الفترات القادمه <تصفيق> <تصفيق> طب لو بنتكلم بقى على المهرجان النهارده احنا بنتكلم على النسخه الاولى من مهرجان العالمين والحمد لله شفت اقبال كبير بالنسبه ان دي نسخه اولى اقبال كبير جدا احنا بنتكلم لو حد بس يصحح لي العدد يمكن مليون و 400 الف, وربعمائة ألف تقريباً. <تصفيق> 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 تقريبا يعني فوق المليون سنة بالظبط احنا بنتكلم يعني فوق المليون حق... خليني اقول زائر زائر موجود في المهرجان، لكن ايه اللي احنا ممكن نعمله السنه الجايه كمهرجان في في, في المهرجان في نشوفه في النسخه الثانيه نقدر ان احنا نبني على اللي احنا عملناه من النسخه الاولى. عشان عندي سؤال صغير طب ما بين النسخه الاولى والنسخه الثانيه انا محتاج احط خطه عشان افضل تفضل العالمين يعني مش عايز البلد دي او المكان ده يتملي في او في المهرجان السنه دي ويفضى طول السنه وارجع اعملها السنه الجايه طب واثناء السنه ما دي دوله او سوري دي دي محافظه عملت او مكان عمل باستثمارات رهيبه جدا لازم يكون عندي خطه في النص ان انا ازاي عندي تدفق سياحي جوه المدينة دي أثناء السنة أنا أشوف ما إيه اللي ممكن يتعمل من مشروعات أثناء السنة بحيث أنا عايز المدينة دي كلها تبقى شغالة السنة كلها لكن أنا مش عايز أبص بس لبداية السنة ونهايتها بأن أنا عندي مهرجان بس خليني خليني أقول لحضرتك على حاجة طبعا مدينة مدينة العالمين على فكرة مصممة على أنها تستقبل زائرين مش بس الصياح على فكره تبقى شغاله فصول السنه كلها لكن خليني اقول انه في حتى احنا يعني الفتره الصيف دي ليها السائح بتاعها او الزائر بتاعها لو هنقول ان المهرجان هيقام بشكل سنوي خليني اقول ايه اللي احنا ممكن نشوفه في النسخه الجايه ايا كان وقتها لو في الصيف الجاي او او في الشتاء ايا كان لكن لو قلنا في الصيف مثلا يعني مثلا لو احنا فكرنا في حاجه زي مثلا انه بقى عندي مجال انه للمبدعين مثلا السنه الجايه يعني انا مش بتكلم بس بس على فكره الجزء الفني ليه ما يبقاش مثلا في مجال المهي. انه نعمل جايزه لاحسن اختراع الناس كلها تفضل شغاله السنه كلها ونيجي في المهرجان ده يبقى عندنا لجنه من مثلا ناس مبدعين رجال اعمال عظماء زي بيل جيتس يبقوا موجودين ويقيموا الافكار الجديده بتاعه الشباب دي يعني احنا منها بنشجع الشباب ومنها في نفس الوقت لما يكون عندي اسماء كبيره زي يعني رجال اعمال عظماء او يعني مبدعين عالميين انه ده يبقى مصدر جذب لينا وعايز اقول لك برده كمان حاجه تانية انه العالميين ابتدت تفكر بشكل جيد جدا بجانب المهرجانات يعني الاكاديميه البحريه انا احنا عندنا فرع موجود في العالمي احد الكليات كمان اللي مش موجوده في الاكاديميه في اي فرع موجوده هناك اللي الطب البشري ما هو ده في حد ذاته هيقدر يملى السمار. الفتره اللي ما بين المهرجان والتاني بحيث ان انا يبقى في تدفق على الدوله على المدينه دي بشكل معين <applause> ايه هي الفرص الاستثماريه اللي ممكن يخلقها هذا المهرجان او مه... يعني سياحه المهرجانات بشكلها أنت يعني عندك فكرة الفنادق اللي هي معمولة بشكل معين، السياحة العلاجية من الحاجات المهمة جدا المكان دي، السياحة العلاجية بقى هتبقى محتاجة بشكل أو بآخر إن أنا يبقى عندي آه يعني أسماء كبيرة جدا مستشفيات عالمية موجودة في مصر، منها أنا ب يعني بجذب الناس لمصر ومنها في نفس الوقت هيبقى دخل كويس جدا من الدولار، يعني السياحة العلاجية في مدن زي مدينة العالمين إلى حد كبير هتبقى يعني مصدر جيد جدا السياحه الثقافيه إن يبقى في مثلا مدن او اماكن ثقافيه بتتكلم على التاريخ وتتعمل بفعل بنظام الارتفيشال انتليجنس يبقى في كل حاجه موجوده جوه المكان يعني في بعض المتاحف بره مثلا بتقف قدام الصوره من خلال الارتفيشال انتليجنس بيقعد يبين لك فيديو يحكي لك بقى القصه بتاعت الصوره دي يعني احنا حولنا هنا الصوره من حاجه صماء الى حاجه ممكن تبقى فدي ممكن تبقى افكار جديده جدا لو اتعملت اقدر اعمل استثمارات بشكل قوي جدا أشكرك دكتور رأفت يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية على وجود حضرتك معانا كل الشكر لك يا فندم ربنا يخليك على أي حال خلينا نروح لفصل سريع نرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي روي فيتوريا استقر على اراحه محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراه اثيوبيا المقرره ليها 8 سبتمبر خاصه بعد ضمان المنتخب التاهل للبطوله لبطوله لبطوله الامم افريقيا 2024 تصدر المجموعة لأن يشارك صلاح في مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع الاتحاد الافريقي لكره القدم اجرى قرعه قرة النسخه الاولى من بطوله الدوري الافريقي والتي تشهد مشاركه الفرق الاولى لكره القدم بالنادي الاهلي اسفرت عن مواجهه الفريق الاحمر مع سيمبا تنزاني النادي الأهلي استقر على السفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي على متن طائرة خاصة بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إنهاء إجراءات سفر بعثة فريق كرة للسعودية الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف حدد موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا، قرر الكاف اقامة اللقاء يوم الاحد 17 سبتمبر الجاري الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. فريق نادي بيراميدز فاز على فريق الينترود ترودو التركي بهدفين بهدف دون مقابل سجله المهاجم الكونغولي في مايلي في ثالث وديات معسكر تركيا. وعلى النادي بلدية المحلة التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 نشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة على فيسبوك صورة اللعب بقميص البلدية التونسي حمدي النقاز لاعب الاسماعيلي انتظم في تدريبات ناديه استعدادا للموسم الجديد وصل التونسي حمدي النقاز الظهير الايمن نادي الاسماعيلي امبارح للانتظام في فترة الاعداد للموسم الجديد منتخب مصر الاول لكرة السلة انهي مشاركته في كأس العالم المقامة في الفلبين بالخسارة امام نيوزيلندا بنتيجة 88 86 بكده ضمن المنتخب المصري اللعب بملحق الاولمبياد بعد تواجده بافضل 16 مركز في كأس العالم فريق ريال مدريد الاسباني حقق فوز مهم على ختافي بنتيجه 2-1 في المباراه التي اقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجوله الرابعه من مسابقه الدوري الاسباني فريق تشيلسي خسر امام نوتنغهام فورست بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجوله الرابعه من مسابقه البريمير ليج مانشستر سيتي حقق فوز كبير على ضيفه فولهام بنتيجة خمسة 5-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اعلن تعاقده مع النجم المغربي سفيان امورابيتا على سبيل الاعاره لمده موسم واحد قادما من فيورنتينا الايطالي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، نادي برشلونة الإسباني أعلن تعاقده مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، طبعاً قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، واتفق نادي برشلونة ومانشستر سيتي على إعارة جواو كانسيلو لغاية 30 يونيو 2024. وكده خلصت نشرتنا الرياضيه ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع فسانتو مصطفى عوده ليكم مره تانية شكرا ليكي يا هاله ولسه مكملين كلامنا عن الرياضه والسحر المستديره بالاخص ويمكن قرعه صعبه جدا للاهلي في دوري السوبر الافريقي في نسخته الاولى المقرر اقامتها من 20 اكتوبر لغايه 10 نوفمبر ده بمشاركه طبعا ثمان فرق افريقيه في الوقت اللي الاهلي في الحقيقه بيستعد فيه لمعسكر النمسا للسوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري يوم 15 سبتمبر. خلينا نتكلم اكثر عن استعدادات النادي الاهلي الخاصه ليه كمان ايضا عن معسكر المنتخب. مضيفنا النهارده لما منورنا في استوديو صباح الخير مصر الاستاذ حمدي الحسيني النقد الرياضي اهلا بك اهلا بك يا فندم اهلا وسهلا استاذ حمدي الاهلي مع سيمبا التنزاني لقاءات ربما تكون متوازيه ما فيش حد يعني نجح أنه هو يتغلب على الثاني باكثر بفارق الاهداف بس اغلب المصريين كان عندهم التوقع ده ان هم يعني ممكن يجتمعوا معا في مباراه واحده تعليق والله انا شايف ان القرعه معقوله جدا بالنسبه للنادي الاهلي هو طبعا الدوري الافريقي زي ما بيسموه اللي هي البطوله المستحدثه يعني بتضم 8 فرق بيلعبوا يعني نقدر نقول من ربع النهائي لحد النهائي الاربع فرق بتوع اللي وصلوا لنهائي دوري ابطال افريقيا النهائي والنصف النهائي اللي هم الاهلي وصن داونز والترجي التونسي والوداد دول تصنيف اول وبعد كده في اربع فرق تصنيف تاني اللي هم مازيمبي الكونجولي بترو اتليتيكو آه الانجولي آه كمان آه في آه في فريق انيمبا النيجيري آه المهم ان التنزاني طبعا ففرق التصنيف الثاني تقريبا كلها متقاربه في المستوى انا شايف ان قرعه النادي الاهلي آه معقوله جدا ان هو يلعب مع فريق سيمبا التنزاني فريق اه عنده امكانيات كويسه وبيلعب كرة حلوه وحديثه ولكن انا شايف انه طبعا خبره لعيبه النادي الاهلي وتفوقهم مع المدرب السويسري مارسيل كولر بتديلهم افضليه ان شاء الله على الفريق المنافس <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني خليني اسالك سؤال هل المباراه بتعتبر محسومه ولا سيمبا ظهر له انياب كده في الفتره اللي فاتت في فنقدر نشوف منها حبه حلوين في البطوله الافريقيه القادمه هو طبعا مفيش في كره القدم حاجه محسومه لكن انا بقول انه الافضليه للنادي الاهلي يعني م. نقدر نقول مثلا 70 ل 30 اذا قلنا نسبه مئويه يعني النادي الاهلي عنده خبرات كبيره قوي فريق سيمبا بيلعب كرة كويسه لكن الخبرات لصالح النادي الاهلي التاريخ لصالح النادي الاهلي لعبته عندها دفعه معنويه كبيره جدا بعد موسم حصدوا فيه تقريبا كل الألقاب المحليه والافريقيه اللي شاركوا فيها يمكن باستثناء كاس العالم للانديه والنادي الاهلي برضه قدم مردود كويس قوي فيها لكن الحقيقه انا شايف انه الكفه لصالح النادي الاهلي لعبته ان شاء الله تبقى مركزه المباريات لسه قدامها شويه يعني طبعا بدايه البطوله هتكون يوم 20 اكتوبر زي ما كلنا عارفين وهتستمر لحد 11 نوفمبر باذن الله النادي الاهلي يوصل للنهائي اذا لعبت النادي الاهلي استغلت الفتره اللي جايه بشكل كويس سواء المعسكر المقام حاليا في النمسا او بعض المباريات الافريقيه والمحليه اللي هيلعبوها لحد ما يوصلوا للدوري الافريقي اعتقد انه ان شاء الله النادي الاهلي قادر على انه ياخد اللقب ده. طب قريتك ايه القرعه بشكل عام اللي تمت مع بدايه البطوله الافريقيه؟ متوازنه جدا لانه نظام البطوله بيقول انه فريق من التصنيف الاول اللي قلت لحضرتك عليهم بيلعب مع فريق من التصنيف الثاني فيعني الى حد كبير لو النادي الاهلي حتى كان لاعب انيامبا النيجيري او مازيمبي الكونجولي او بيترو اتلتيكو الانجولي اعتقد ان هو كان اه بالظبط يعني كل الفرق تقريبا بتاعه التصنيف الثاني قريبه من بعض في تقديري يمكن مازيمبي الكونجولي هو الاقوى شويه نسبيا يعني لكن كل الفرق متساويه تقريبا والتصنيف الاول بينفع الفريق اللي يعني بيلعب فيه زي النادي الاهلي دايما بيكون المباراه الاولى بالنسبه له او المواجهه الاولى طبعا هي المواجهه تكون ذهابا وايابا بالمناسبه والنادي الاهلي حظه حلو قوي في القرعه كمان انه ان شاء الله في ربع النهائي اللي هو امام سيمبا التنزاني هيلعب المباراه الاولى في تنزانيا هتكون 20 اكتوبر بعد كده يلعب الاياب على ملعبه في حاله الوصول الى نصف النهائي في طريقه سان طبعا وفريق فريق قوي جدا جدا وشفنا في دوري الابطال السنه اللي فاتت لما واجه النادي الاهلي مرتين في دور المجموعات كان كسب النادي الاهلي 5 2 وكان اتعادل معاه في القاهره 2 2 فده في طريق النادي الاهلي في نصف النهائي بس برضه لو سان فاز وواجه النادي الاهلي برضه الاهلي هيلعب المباراه الاولى في بريتوريا في جنوب افريقيا والثانيه في القاهره ان شاء الله وبالمناسبه النادي الاهلي اختار ملعب استاد القاهره علشان يكون هو ملعبه الرئيسي في البطوله دي اذا وصل النادي الاهلي للنهائي ان شاء الله برضه يلعب مباراه للذهاب خارج ملعبه ومباراه الاياب في استاد القاهره ان شاء الله يعني احنا على يعني على موعد باذن الله يوم 11 نوفمبر ان النادي الاهلي يلعب النهائي على ملعبه يعني الفايز في المباراه ما بين الاهلي او سيمبا هي هيقابل يا اما سان داونز يا اما بترو اتلاته بالظبط كده طيب في حال قابلنا سان داونز مثلا هل النادي الاهلي النهارده كلاعيبه جاهزه ان هي تلاعب سان داونز ونفوز او بترو اتلاته طبعا اذا طبعا بيترو اتلتيكو عمل مفاجاه وانا بعتبر ان ده ممكن يبقى مفاجاه لو فاز على سان داونز يكون حظ النادي الاهلي افضل بس طبعا في حاله خط النادي الاهلي لسان عايزين ناخدها خطوه خطوه لو النادي الاهلي لاعب بيترو أتلتكو الانجولي بلا شك أنه هو اسهل من سان داونز ولكن داونز لما لعب النادي الاهلي السنه اللي فاتت في دور المجموعات انا بقول ان الظروف مختلفه تماما المره ايه بقى الاختلاف اللي حصل الاختلاف انه النادي الاهلي كان مدربه الى حد كبير مارسيل كولر لسه في بداياته مع الفريق مم. لسه بيستكشف امكانيات اللعيبه ويعني بيعيد توظيف بعضهم مم. لكن الحقيقه على نهايه الموسم كان الراجل قدر يوصل نقول للخلطه السحريه اللي خلت النادي الاهلي ياخد كل البطولات اللي شارك فيها تقريبا الموسم اللي فات أه بقى في تفاهم كبير جدا ما بين المدرب وما بين اللعيبة الهزيمه الكبيره او الخساره الكبيره يعني ما بحبش كلمه الهزيمه نقول الخساره الكبيره اللي النادي الاهلي خسرها خمسة 2 من سان داونز أه دي انا بقول انها كانت نقطه تحول عند مارسيل كولر نفسه مدرب مم. النادي الاهلي اللي قدر ان هو يفهم طبيعه افريقيا اكتر مم. وبالتالي بعد كده استفاد أه بشكل كبير جدا من الخساره دي وقدر ان هو يواصل البطوله وياخذ طبعا اللقب الغالي، لقب رقم 11، لقب دوري ابطال افريقيا، اعتقد انه لو النادي الاهلي واجه سان داونز الجنوب افريقي في الدوري الافريقي اللي هي البطوله المستحدثه في نصف النهائي اعتقد الامور ستختلف تماما عن اللي حصل الموسم اللي فات. <applause> هل بترو حيقدر يحل مشاكله قبل بطوله الدوري الافريقي ولا الاتحاد الافريقي تعتقد ان هو حيضطر لتصعيد بديل؟ ربما يتم تصعيد بديل لكن برضو اجراء القرعه امبارح ووجود بترو اتلتيكو فيها برضو انا بالنسبه لي علامه استفهام لان هو عنده مشاكل كلنا عارفينها ويعني في قرارات بانه يتم ايقافه او يعني نقول نيه لايقافه فمعنى ان ان هم يعلنوا في القرعه امبارح ان هو موجود فاعتقد لسه الكاف بيراجع قراراته يعني لكن في كل الاحوال انا بقول ان الافضليه في هذه المواجهه بنسبه كبيره جدا لسان داونز فريق متطور قوي بيلعب كره جميله وحديثه وكمان يدعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفيه ببعض النواقص اللي كانت عنده فاعتقد ان هو هيبقى منافس شرس جدا على البطوله دي يعني احنا دايما بنحس المواجهه مع سان داونز فعلا مواجهه بتبقى خطيره شرسه وبنخاف شويه يعني بن بنبقى مش بنخاف بس لو بنحط لها كده بنجه... يعني احنا كجمهور حتى بنبقى جهز... بنحاول نجهز نفسنا نفسيا لهذه المباراه، هل الاهلي النهارده هيقدر ان هو يجيب مهاجم افريقي قوي قبل البطوله على طول بسرعه كده؟ اداره النادي الاهلي لسه شغاله يمكن قدامها وقت محدود جدا تقريبا 12 يوم او 10 ايام يعني قبل ما باب الانتقالات في مصر يقفل الحقيقه في صعوبه كبيره ان النادي الاهلي يجيب المهاجم اللي هو عايزه لاسباب مختلفه منها طبعا وابرزها المقابل المادي الكبير اللي الانديه بتطلبه لما بتلاقي النادي الاهلي عنده مشكله المهاجم م. زي مثلا نادي بشكتاش التركي النادي الاهلي بيحاول ان هو ياخد مهاجمه الكونجولي جاكسون موليكا وده طبعا مهاجم من الفئه الاولى يعني في افريقيا لكن النادي التركي رغم ان هو عنده بدائل الا انه بيغالي جدا في الفلوس او في القيمه الماديه اللي بيطلبها لانهم عارفين قيمه المهاجم وحاجه النادي الاهلي ليه يعني بيتكلموا في 10 مليون يورو فطبعا مبلغ كبير قوي الاهلي بيحاول ان هو يوجد بدائل بس انا بقول لحضرتك انه حتى لو النادي الاهلي ما جابش مهاجم افريقي وده علشان نطمن بيه جمهور القلعه الحمراء يعني الموسم اللي فات كان النادي الاهلي ما عندهوش مهاجم افريقي ومع ذلك مارسيل كنت بولارك. كنت لسه هقول لحضرتك يعني ليه اصلا احنا محتاجين مهاجم اجنبي يعني ليه النهارده احنا عندنا في في, في يعني نجوع مصر وفي صغير. محافظات مصر وفي نوادي مختلفه بيلعبوا لعيبه كويسه جدا ليه النهارده عندنا المشكله دي يعني انت عايز تقنعني 100 مليون مواطن ما مفهومش مهاجم قوي يلعب في نادي الاهلي في البطوله لا بالتاكيد في مهاجمين في مصر يعني يمكن ابرزهم مثلا مصطفى محمد اللي بيلعب في الدوري الفرنسي في نادي نانت م. وهو مهاجم قوي جدا ومميز ويعتبر المهاجم الاول في منتخب مصر، لكن خلينا نعترف ان مشكله المهاجم في السنوات الاخيره بتواجه حتى منتخب مصر مش الانديه بس م. الحقيقه يعني يمكن من بعد اعتزال عمرو زكي وعماد متعب وغيرهم من المهاجمين اللي بالظبط كده بقى في ندره في المهاجمين اللي هو يعني اللي بيلعب جوه الصندوق او راس الحربه الصريح ولذلك مارسيل كولر كل الخيارات المحليه اللي اتعرضت عليه هو مش مقتنع بيها مقتنع ببعض الخيارات الاجنبيه يمكن بيميل الى ان هو يكون مهاجم افريقي علشان برضو البطولات الافريقيه اللي النادي الاهلي هيلعب فيها ربما ان هو يكون عايز مهاجم من امريكا اللاتينيه زي ما سمعنا ان هو مقتنع قوي بالمهاجم سوزا لكن مرتبط هو بعقد لنهايه السنه مع فريقه الجنوب كوري يعني فبالتالي هو الراجل عنده اختيارات او قناعات معينه قايل لمجلس اداره النادي الاهلي عليها وهم شغالين هل هينجحوا في الفتره الباقيه الصغيره دي ان هم يلبوا الاحتياج الرئيسي لمارسيل كولر ده اللي هنعرفه هم شغالين الحقيقه لكن انا بطمن جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك لو ده ما حصلش الاهلي عنده بدائل كويسه الموسم اللي فات الراجل قدر أنه هو يوظف كهرباء ورغم أنه هو جناح الا ان هو قدر يوظفه كمهاجم رئيسي كان محمد شريف طبعا المنتقل حديثا الى الخليج السعودي كان موجود وبرده كان احد الهدافين كان ساعات بيجيب بيرسي تاو من مركز الجناح ويخليه مهاجم صريح السنه دي اضيف اليه القادم او العائد من الاعاره صلاح محسن وهو مهاجم امكانياته عاليه جدا جدا طبعا. ربما بس العقليه عنده شويه عايزه تتظبط مع مارسيل كولر يقدر أنه هو يوظف امكانياته بشكل كويس انا بقول ان النادي الاهلي حتى لو ما جابش مهاجم اجنبي في فتره الانتقالات الصيفيه انتظارا ليناير انا بقول ان النادي الاهلي قادر ان شاء الله أنه هو يحصد إن شاء الله. البطولات اللي جايه باذن الله طب هنفترض ان الاهلي صعد على حساب آه سيمبا هتفضل مواجهه مين هل تعتقد ان يعني مفيش يعني حل غير ان هو يقابل سان داونز والمواجهه في حال وجود مواجهه ما بين الاهلي وسان داونز تعتقد الكفه ترجح لمين انا اتمنى ان بيتر اتلتيكو يعمل المفاجاه ويصعد لانه هيبقى سهل على النادي الاهلي لو وصل لنصف النهائي ان هو يفوز على بيتر اتلتيكو ويصعد الى النهائي لكن في حال انه سان داونز وده في رايي الشخصي بنسبه 80% هو اللي هيحصل يعني ان هو صعد الى نصف النهائي، الاهلي عنده القدره ان شاء الله على تخطيه وخبره اللعيبه في المواجهات الكبيره زادت، ثقتهم بنفسهم وبمدربهم زادت جدا جدا، اعتقد انه مواجهه الاهلي وصن في نصف النهائي هتكون يعني نقدر نقول فيها افضليه مختلف. نسبيه للنادي الاهلي، طبعا مختلفه تماما عن الموسم اللي فات، بس اقدر اقول ان ممكن يكون 55% للنادي الاهلي و45% لصالح سان داونز لانه برضه ما زال الخبره والتاريخ لصالح النادي الاهلي طيب خلينا نروح بقى وننتقل للمعسكر او معسكر المنتخب وشايف ازاي ان النادي الاهلي النهارده يعني عنده مطالب أنه هو يستدعي لاعبيه من من المنتخب خاصه ان في لقاء تونس جاي فشايف ده ازاي خلينا نقول انه الاولويه دايما للمنتخب أكيد. والمدرب المنتخب اللي يطلبه لازم يكون تحت امر الجهاز الفني وتحت امر البلد بشكل عام عشان نتفق على المبدا ده ان الاولويه لمنتخب مصر ولكن اعتقد انه ممكن يكون في مرونه في الايام اللي جايه النادي الاهلي عنده اربع لعيبه مختارين للمنتخب اربعه طبعا مهمين جدا سواء بالنسبه للمنتخب او للنادي الاهلي هي بس الصعوبه بتيجي منين من عدم التنسيق يعني دايما بيكون الاتحاد الافريقي ما عندوش تنسيق كافي مع الاتحاد الدولي فبنلاقي ان التوقفات الدوليه ما هياش مناسبه للمواعيد اللي بيختارها الكاف لبطولاته يعني النادي الاهلي هيلعب مع اتحاد العاصمه الجزائري أوه. يوم 15 من الشهر الجاري طبعا كاس السوبر الافريقي الكاس القديمه او التقليديه يعني والمباراه تكون في السعوديه يعني النادي الاهلي هيسافر ف يعني مش من الطبيعي ان لعبته الاساسيين ده غير طبعا الدوليين اللي في منتخبات اخرى زي علي معلول وزي بيرسي تاو وزي الو ديانج غير الاربعه في منتخب مصر بنتكلم على سبعه من القوام الرئيسي او الاساسي للفريق مش طبيعي ان هم يبقوا جايين من سفر كلهم ومن مباريات سواء وديه او رسميه قويه وان هم يسافروا بعد يوم واحد ويبقى هيلعبوا بعد 48 ساعه اعتقد ان الاتحاد الافريقي مسؤول عن المساله دي بشكل مم. كبير احنا بصين لمساله تفاوض النادي الاهلي مع روي فيتوريا المدرب المنتخب ومع اتحاد الكوره لكن مش باصين للزاويه الاخرى انه المفروض الكاف كان اجل المواجهه ولو يومين م. يعني لو المباراه اقيمت مثلا يوم 17 كان هيبقى فيه فرق ما بين مباراه تونس الوديه الدوليه لمنتخب مصر اللي هيشارك فيها المفروض لعبة النادي الاهلي وما بين مباراه السوبر الافريقي م. فانا بقول ان عدم التنسيق ده في الاساس من الكاف ان هو ما بينسقش كويس مع الاتحاد الدولي م. اتحاد العاصمه الجزائري هيقابل الاهلي في مباراه في السعوديه جمهور مصري عريض في المملكه اعتقد انه هيؤازر القلعه الحمراء باعتقادك المباراه هتبقى عامله ازاي ان شاء الله المباراه يعني برضه نقدر نقول انه في افضليه للنادي الاهلي فيها اتحاد العاصمه يمكن اول مره ياخد بطوله افريقيه لما خد بطوله الكونفدراليه الموسم اللي فات ولذلك هو عنده طموح كبير قوي ان هو ياخد بطوله اخرى من 90 دقيقة بطولة برضه تعتبر سهلة مش مشوارها مش طويل يعني فعنده طموح كبير جدا ان هو يحقق مفاجأة ويكسب النادي الأهلي لكن برضه نرجع ونقول الخبرات الكبيرة اللي موجودة عند لعيبة النادي الأهلي وجود مدرب في منتهى الذكاء زي مارسيل كولر وجود جمهور كبير زي ما حضرتك بتقول في السعودية إن شاء الله متوقع ان هو يعني يبقى عامل رئيسي في انه يدفع لعيبه النادي الاهلي ان هم يحققوا لقب افريقي جديد نتمنى ان شاء الله ان البدايه القويه للنادي الاهلي في الموسم تكون بفوز بلقب افريقي ودي هتبقى بدايه ولا اروع ان شاء الله. طيب خليني اقول انه يعني ان شاء الله يبقى في حل سريع للازمه دي واللعيبه ترجع يعني اللعيبه ترجع الانديه والمنتخب يبقى تمام ما فيش اي مشكله. هل هنشوف حل سريع بسبب انه صلاح بقى في مرونه شويه ممكن يجي المنتخب عقب مباراه اثيوبيا؟ هو الجهاز الفني شايف انه المباراه طبعا بما انه مصر تاهلت الحمد لله لنهائيات امم افريقيا اللي هتكون في كوت ديفوار مع بدايه 2024 شايفين ان وجود صلاح يعني ما هوش مؤثر ولا مهم بالنسبه للمنتخب في المباراه دي ولذلك قرروا إراحته وأنا شايف إن ده قرار حكيم الحقيقة لأنه صلاح بيأخد منافسات قوية جدا، منافسات الدوري الإنجليزي، فمش عايزين يبقى المباراة دي بتزود إرهاقه أو لا قدر الله ممكن تبقى سبب في إصابته بلا داعي. لكن أنا تقديري الشخصي إنه الجهاز الفني للمنتخب ربما إن هو يريح لعيبة النادي الأهلي أو أغلبهم في مباراة تونس الودية. م. هو برضه بيتعامل مع مباراة إثيوبيا على إنها مباراة رسمية وطبعا كلنا عارفين انه الفوز في اي مباراه مم. آآ آآ رسميه او حتى وديه دوليه مم. بيضيف نقاط بتنفع في التصنيف هي. بعد كده. عندي بس اخر سؤال سريعا جدا اخر كلام على محمد صلاح خلاص هيفضل في ليفربول صح؟ بنسبه 99% ان شاء الله. مه. التصريحات صدرت من اداره النادي. طبعا وهو محمد صلاح ربما يكون في اغراء مالي كبير لكن انا شايف ان عقليه محمد صلاح الاحترافيه بتخليه يفكر دايما في ان هو يكون احد اساطير ليفربول هو اوريدي بقى اسطوره لكن هو عايز يزود ارقامه وتاريخه في اوروبا ومع الفريق اللي شهد تالقه ولمعانه وبعدين محمد صلاح لسه عنده هدف مهم جدا جدا بيسعى ليه ان هو ياخد احسن لاعب في العالم وده اعتقد ان هو مش هيتحقق لو جه المنطقه العربيه بشكل عام باعتقادي ان برضه يعني ناس كتير بتفكر نفس التفكير ان وجوده في يعني القاره الاوروبيه عامل يعني حاله طبعاً. من الزخم كمان لمصر وحاله من الدعايه لمصر طبعا يعني لا تقدر بمال زي ما بيقول. بالتاكيد صحيح. مع كل التقدير والاحترام طبعا طبعا السعودية في والدوري السعودي والخطوات اللي بياخدوها علشان يخلوا الدوري السعودي واحد من الدوريات القويه على مستوى العالم لكن وجود محمد صلاح في ليفربول او في اوروبا بشكل عام صحيح. أو في الانديه الكبيره صحيح. بيقربوا من اخر حاجه هو عايز يحققها تقريبا في اوروبا صحيح. وهي الفوز بلقب افضل لاعب في العالم اللي بنتمناه ان هو ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك استاذ حمدي الحسين الناقد الرياضي شرفتنا ونورتنا في سوريا صباح الخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا دلوقتي موجز الأهم واخر الانباء مع هاله تفضلي هاله شكرا بسند التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم جلسات الاسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مدينه نصر على ان يخصص اليوم للمحور السياسي، ومن المقرر ان يخصص يوم الثلاثاء للمحور الاقتصادي، والذي سوف تناقش تناقش فيه لجنه التضخم وغلاء الاسعار على مدار جلستين، ارتفاع الاسعار وسبل تقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنه الدين العام وعجز الموازنه على مدار جلسه واحده بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائده من الاقتراض الداخلي والخارجي. وتناقش لجنة الصناعة لمدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة للمديين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 حيث شهد المهرجان الذي اقيم في الفترة من الثالث عشر من يوليو حتى الثاني من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية وسجلت كافة الانشطة التي اقيمت على مدار ايام المهرجان نجاحا كبيرا وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات واكدت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن مهرجان العالمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم العالمين حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانيتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر فحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيا السوداني في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس اقليم كردستان العراقي الاوضاع في كركوك وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اكدا في الاتصال تكثيف العمل المتكامل من اجل تفويت الفرصه على كل من يعبث بامن مدينه كركوك هذا وتم التجديد خلال الاتصالين على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس للمحافظة أعلنت الشركة المشغلة لجسر القرم والمعينة من جانب روسيا أن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم بعد توقف قصير، هذا وكان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية. قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلانسكي ان سفينتين اخريين مرتا عبر ممر شحن مؤقت في البحر الاسود تم انشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب ولم يحدد زيلانسكي هويه السفينتين ولم يذكر متى اكملتا مرورهما واكد الرئيس الاوكراني ان بلاده تستعيد حريه الملاحه الحقيقيه في البحر الاسود أجرت كوريا الشمالية منورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي تضمنت إطلاق الصاروخيين يعني من طراز كروز بعيد المدى في حين تفقد الزعيم كيم جونج أون مصانع لتشييد السفن والذخيرة من جهتها أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التدريبات أجريت السبت للإشارة إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية فيما تعهدت بيونج يانغ مجددا لتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسول أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو مقتل شرطي وأربعة مدنيين مساعدين للجيش جراء هجوم في شمال وسط البلاد، وأضافت هيئة الأركان العامة في بيان أن الهجوم وقع ضد موقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن، لافتة إلا أن عددا من وحدات الشرطة انتشر في إطار تعزيزات، وذكرت الهيئة أن المهاجمين اضطروا إلى التراجع. في مواجهة القوة النارية للوحدات التي تمكنت من تحييد نحو عشرة مسلحين انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل بنرحب بحضراتكم مره ثانيه بالتاكيد مهرجان العالمين عمل حاله رواج سياحي كبيره جدا انعكست على زياده اعداد السياح انعكست على اشغال الفنادق خلال شهور الصيف اللي كانت فترات طويله جدا فولي مجد او ممتلئه تماما ده غير ان هو شجع المستثمرين سواء العرب او المصريين على ان هم يضخوا استثمارات جديده من اجل زياده الغرف الفندقيه من اجل استيعاب المزيد من السياح في فنادق جديده خلال السنوات المقبله. خلينا نتكلم عن تفاصيل بقى اكتر عن كيفيه استثمار نجاح مهرجان العالمين بعد نجاحه في زياده اعداد السائحين واستهداف جنسيات مختلفه. معانا النهارده في الاستوديو منورنا الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا فندم بالبرنامج تشرفت بيكم. احنا هنتكلم دلوقتي عن المهرجان بزاويه بقى مختلفه زاويه سياحيه بحته واللي عايزه السايح اللي جاي يزوره. ما بتكلمش هنا على السياحه الداخليه انا بتكلم على السياحه الخارجيه ازاي اقدر استثمر نجاح هذا المهرجان في زياده عدد السائحين بقى بصفه عامه وليست بس في العالمين فقط ازاي اقدر اجذب خليني اقول نوع سائح مختلف يمكن كان مصطفى بيتكلم من فتره عن السائح الشرق اوسطي النهارده بنتكلم على العربي شفناه بشكل كبير في العالمين لكن لو عايزه استهدف الساحل الشرق اوسطي ليه مدينه العالمين والمدن المصريه الاخرى خلال الفتره الجايه في فصل الشتاء مثلا الحقيقه هو طبعا مهرجان العالمين نجح نجاح كبير جدا يعني نقدر نقول اتولد عملاق ادى الى وجود صوره ايجابيه خلال الفتره الماضيه عن مدينه العالمين كمدينه سياحيه اضيفت الى الخريطه السياحيه في مصر بالنسبه للمدن الاخرى زي محافظه البحر الاحمر والاقصر واسوان والقاهره ومحافظه جنوب سيناء فعلا المسابقات الرياضيه اللي كانت موجوده مع المهرجان والاغاني والموسيقى مع نوعية السائح المستهدف لمنطقة العالمين اساسا من الفنادق الفايف ستارز دي لوكس والسائح كان هناك معظمهم سياحة عربية بالاضافة للسياحة الداخلية طبعا ف منطقة العالمين منطقة واعدة محتاجة لسه عدد من الفنادق الكتير يعني احنا اعتقد موجود حوالي 15 ألف غرفة وشوية في العالمين كفنادق لسه في فنادق محتاجة لسه يمكن 25 ألف غرفة فدي فرصة كبيرة للاستثمار من المستثمرين سواء مصريين أو خليجيين أو حتى تشين أوروبي هتيجي أنا سمعت أن في تقريبا الممثل العالمي روبرت دينيرو ليه فنادق في فندقين هيتعملوا خلال الفتره القادمه معرفش يوم حد في العالمين او لا هتنفذ في مصر ده لازم طبعا يبقى في مجال او في تسهيل كافه الاجراءات للمستثمرين سواء لو مصريين اكيد محتاجين التسهيلات اللي هي نفس المستثمرين الاجانب بس المستثمر الاجنبي بيجي بامواله من الخارج يستثمر هنا فبيبقى كلهم محتاجين في الفتره الاولى حتى انتهاء بناء الفنادق على الاقل تبقى مثلا يعني اعفاءات ضريبيه كبيره، لازم يكون في اعفاءات ضريبيه لان في عنده عماله وتشغيل وانفراستراكشر و وبيبني كونستراكشن معينه محتاجه دي كلها تكاليف فده مهم سهوله الحصول على الاجراءات بقى او الاراضي باسعار معقوله لان طبعا هو بياخد ارض كبيره جدا بيبني على جزء منها وبيتحمل تكاليف كل شيء فده مهم بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه في المجال الفندقي واستثمارات المصريين اهم حاجه تسهيل الاجراءات والافاءات الضريبيه والمستثمرين المصريين الحصول على القروض بالنسبة للنقطة الثانية احنا عندنا مطار العالمين مطار دولي الطاقة الاستيعابية بتاعته كبيرة اه يبقى لو هنتكلم على الاستثمار في كل مصر احنا عايزين يبقى في عندنا طيران شارتر بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمرين لأن الطيران الشارتر مهم اللي هو منخفض التكاليف وبيجي من دول يبقى عندنا ديستنيشن كتيرة جدا اه لأن ممكن تبقى تكلفة ترشح ايه مثلا؟ بمعنى من الديستنيشنز دي من الاماكن دي لا ما احنا عايزين كل منها منطقه العالمين ومحافظه جنوب سيناء لا تا من اللي تروحها الطيارات يا اللي سوف تروحها الطيارات طبعا احنا عايزين طبعا كل كله يعني اوروبا يعني مثلا آه اوبوس يونان تركيا اوروبا اوروبا, أوروبا, أوروبا الهند الصين امريكا اللاتينيه يعني احنا عايزين ديستنيشن كتيره وبعدين بتبقى الترافل ايجنسي بره او التور اوبريتور او المستثمر المصري او وات بقى المستثمر بيبقى هو له الديلز بتاعته مع السبلاير اللي بره بحيث ان تبقى الرحلات منتظمه اسبوعيا وتقدر تجيب لان الرحله بتبقى مش نفس الطيران المنتظم كنت قريت ارتكل او عن القصه دي وقال ان من احد مشاكل السياحه في مصر ان احنا ما عندناش تنظيم للقصه دي بشكل قوي ما عندناش وكاله قويه تقدر تجيب لنا حجوزات او ديلز قويه او اتفاقات قويه تعليق حضرتك لا هو فيه بس بس مش بالقوه المطلوب مش مساله كده هو في ديستنيشن معينه يعني مثلا لسه مفتوح قريب شوف احنا بقالنا في السياحه سنين بس في لسه مطار سفنكس مفتوح قريب وبيستقبل طيران شارتر القاهرة مثلا ما بينزلهاش طيران شرط لانه محجوز بالكامل طيران منتظم, منتظم. وكده لو بينزل في مطارات زي مطار سفينكس او مطار العاصمة الادارية بقى الطيران الشارتر ده منخفض التكاليف هيجيب اعداد كبيرة وهتبص تلاقي القاهرة بقى يعني مليانة سياح لو احنا بن... لو بتشوف حضرتك الرحلات اللي بتنزل في مطارات مرسى علم والغردقة وجنوب سيناء شرم الشيخ تبقى طيران كتير شارتر افتح الدستني والاقصر واسوان طبعا في الشتاء عشان السياحه الثقافيه لما تتفتح ديستنيشن كتير وتدي فرصه للمست هو بيسموه اوبن سكاي او حتى الطيران الترانزيت لو في طيران بيجي من اوروبا ترانزيت شارتر وهينزل في مطارات مختلفه برضو عندنا احنا مستفيدين احنا مستفيدين حتى لو ترانزيت 9 ساعات 8 ساعات وتفر وبعدين هيكمل على افريقيا او العكس فطبعا ده مهم جدا اصل هو ان احنا مصر بيحدها من كل الحدود ما ينفعش غير طيران يعني دول ما ينفعش بريا او كده لان في دول مثلا زي تركيا مثلا على اوروبا في حدودها فبيبقى في عندها بالباص بالموتوسيكل بيجيلها اعداد سياحية احنا لازم الطيران واخد بال حضرتك عندنا البحر الابيض المتوسط البحر الاحمر والسودان وليبيا فما ينفعش غير طيران طبعا وفلسطين النقطة هنا ان احنا ده مهم جدا ده عشان يجذب اكبر عدد في طبعا السياحة الاخرى <applause> اللي هي مرتبطة لو هنتكلم على سياحة مثلا زي في منطقة العالمين سياحة اليخوت مثلا <applause> في مرسى لليخوت طبعا السيد الرئيس اعطى قرار بان تبقى الاجراءات بتاعت دخول اليخوت الى مصر من اي حتة بقى عن طريق طبعا قناة السويس من اي دولة قصدي تبقى تخلص في نص ساعة شباك واحد او ابلكيشن بقى دلوقتي نتيجة الابديتس بتاعت التكنولوجي خلاص تخلص كل الاجراءات بحيث ان هو يدخل لان ده نوع من انواع السياحة مهم يعني احنا عندنا كل انواع السياحات بس التسويق ليها وخلو الاجراءات يعني الاجراءات تبقى سريعة هي دي اللي هتجذب لنا اكبر اعداد ممكنة من السياح التسويق يوميا بشكل صحيح بشكل بيستهدف <applause> السائح يعني الدوله دي بتصدر سياحه شاطئيه هروح للدوله دي واعمل الدعايه بتاعتي كافه دي الدوله دي مثلا زي المانيا بتحب التلفزيون خلاص يبقى التلفزيون الدوله دي بتحب السوشيال ميديا يبقى السوشيال ميديا الدوله دي بتحب تويتر مثلا وسناب شات زي دول الخليج يبقى خليني في دول الخليج وهكذا يعني طب الاجازات بتاعت الناس دي امتى؟ فبعمل ده، طيب الناس دي عايزه مثلا بقى الطيران عشان أوه. يجيبها بسرعه، يعني في طيران دلوقتي بينزل ما بين السعوديه ومصر في مطار سفنكس خلاص ده بيخلي فيه سرعه وجود سائح. <applause> يهمني وجود السائح وطبعا تسهيل الاجراءات في الحوافز اللي بتعطى للتخفيض في الطيران، في اللوجيستيك، في البرامج. ده بيؤدي الى جذب السائح، متوسط انفاق السائح بتبقى الخطوه المهمه بقى بعد كده. والسيرفيس على اعلى مستوى لان هو لما بيطلع بره بينقل صوره عن مصر وبيكتب رايه وده اللي بيخلي المواقع العالميه حاليا في سنه 2022 و2023 بتحط مصر كوجهه سياحيه ليه بقى الامن والامان الحمد لله الطاقة الاستعابية للمطارات الفنادق السيرفس العالي كل ده لما بيتجمع بيدينا النتيجه الايجابيه دي طيب انا عايزه ارجع مره ثانيه للمهرجان لانه انا عايزه اعرف نقطة مهمة جدا ولكن خليني اقول ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت يمكن وجبة كده متنوعة من الفقرات الترفيهية المختلفة اللي احنا شفناها سواء رياضية او ثقافية او فنية النهارده انا قدرت اخاطب السائح العربي من خلال الفعاليات الفنية بان انا اجيب مغنيين عرب وقدرت اخاطب السائح الغربي في ان انا اجيب له مثلا فنان اجنبي زي راس الفاشن شو بتاع مايكل سينكو الحاجات دي كلها النهارده اقدر استغل ازاي الفعاليات اللي حصلت طول فعاليات المهرجان ووقت المهرجان في طول السنه بقى عشان اخاطب السائح واقول له لا استنى ده في مثلا نسخه جايه هتبقى اقوى من النسخه القديمه يعني اقدر مم. ازاي اجذب السائح والنهارده انا مش عايزه اركز بس على السائح العربي انا عايزه اركز على السياح من جميع انحاء العالم عشان اقول لهم في نسخه جايه أم أم السنة يعني الصيف الجاي تعالوا بقى وشوفوا وليه الصيف الجاي ممكن في الشتاء مثلا يعني ممكن مثلاً مم. طبعا لو تم عمل مهرجانات او كونسرتس مثلا حفلات لمغنيين اجانب على غرار اوبرا عايدة اللي بتتعمل في الاقصر مثلا كانت او في القاهره لو عمل حاجه زي كده في العالمين ما احنا عندنا كل التجهيزات موجوده الستيج الحفلات كل شيء الفنادق الطاقه الاستيعابيه الترانسبورتيشن اي حاجه موجوده فتستمر الايفنتس بالشكل ده بس الاجانب او ان احنا يبقى عندنا مسابقات رياضيه اخرى يعني في بتقام بطولات سكواش بتقام بطولات كذا في مناطق اخرى او لو في مؤتمرات دوليه مثلا زي الكوب 27 يقدر يحصل وفي السيد الرئيس كان بيقابل الرؤساء في العالمين فدي سياحه مؤتمرات فاحنا نقدر نستمر خلال العام بالشكل ده يعني لو عملوا حتى انا انا مش مش خبير يعني مهرجان مثلا يبقى في عدد من ال... بس ده هيبقى مسرحيات برضو للسائح المصري والعرب مسرحيات مثلا بشكل في وقت معين يبقى في كذا فهتجذب ناس برضه لو اتعملت اي مسابقات وتم التسويق ليها من قبل الدوله في منطقه العالمين زي مثلا المهرجان انت حضرتك ذكرت المهرجان طيب المره المهرجان لو اضيف عليه مسابقه دوليه للدول العربيه والمغنيين الاجانب و زي المهرجان اللي كان طلع فيه مدحت صالح زمان وكسب في اغنيه كذا يتعمل وتدعو الناس بقى فكل واحد هيجي المغني ولا هيدخل المسابقه بالناس بالفرق يعني في حاجات كتير تقدر تستمر خلال العام مم. في عندنا سباق الهجن اتعمل قبل كده في العالمين ممكن تقام تقام النهارده ها؟ يقام النهارده سباق الهجن والله انا اه طب... <applause> في العالمين النهارده بعد. آه. أي... في مثلا لو اتعملت لو في مسابقه او بطوله للجولف للفروسيه يعني كل الحاجات دي تقدر لان هناك في الاستعدادات كامله صحيح. فنقدر نستمر خلال العام وهيكون في جذب لكل السياح اللي موجودين، اما بالنسبه للسياح الاجنبي فهو اوريدي بيجي لمنطقه العالمين في سياحه اللي هو متحف العالمين ومقابر العالمين وفي اثار يونانيه رومانيه في لو في سياحه صحراويه في مارس ما تروح فممكن ربطها مع العالمين فبيجي السياح الاجنبي برضو لو اسكندريه مع العالمين هو, ده اللي, هو اللي كنت عايز اقوله لحضرتك سياحه اليوم الواحد ازاي اعززها واخلي العالمين نقطه انطلاق للسائح الاجنبي لمناطق اخرى تستفيد منها كامل يعني محافظات الجمهوريه هو دي بقى بتعتمد على نوعية السياح اللي بيحب السياح أصل السياحة الشاطئية برضو م. بالنسبة للسياح الأجنبي اللي بيجي مصر هنا بيجي دايما عشان اكترهم للدايفنج والشعب المرجانيه والسنوركلينج وانا ممكن ياخدوا سيوه ممكن اخده ما هو السيندرية. في سيوه بقى في سيوة, سيوه وفي السياحه اللي في سيوه منطقه سيوه والسياحه العلاجيه والسياحه الاستشفائيه والعيون الكبريتيه اللي م. هناك اللي موجوده في سيوه السياحه الصحراويه بتتربط بالعالمين بمعنى ان احنا هنعمل لو في تحت السياحه الصحراويه دلوقتي لكن هي يعني كله على الطريق مفيش بيات في الصحراء حاليا ولكن ممكن تبقى فيه سفاري. بيتام في سفاري بيتم في مرسى مطروح وبعد في نفس الوقت سياحه شاطئيه يعني ممكن ربط السياحات الاثريه مع منطقه العالمين لو هو هيعمل مثلا ريلاكسيشن بعد كده 3 4 ايام بعد ما يعمل تور كامل بدل ما يروح مثلا في الغردقه ممكن يجي منطقه العالمين زي ما احنا بنقول مثلا بيبقى عندنا بس طبعا ده بيبقى سايح معين برضه مش كل السياح يعني في سايح بيحب ثقافية محبش السياحه الثقافيه ما بيحبش السياحه الشاطئيه في بس الاغلبيه طبعا بتحب السياحه الشاطئيه طب بالنسبة آه الاكبر طبعا اه ممكن يجي منطقه العالمين آه واخد بال حضرتك السياح ويقعد برضه لان ده منطقه العالمين هتسوق في كل المعارض الدوليه القادمه لبورصات السياحه الدوليه مع المناطق الاخرى ممكن ييجوا من خلالها يطلع مثلا لو في طيران شارتر يعمل يوم بالق او يطلع للقاهره يشوف الاهرامات والكذا واهرامات الجيزه والمتحف ويرجع لو تم افتتاح المتحف المصري الكبير وفي حد مقيم في يعني المتحف كبيره جدا اه فده هتؤدي الى زياده الاعداد بشكل كبير جدا بالذات للسياحه الصحفيه فهو زي ما بيحصل في منطقه شرم الشيخ والغردقه بيبقى فيه سياح موجودين هناك اللي هم بيحبوا السياحة الشاطئية ممكن اللي في العالمين يبقوا سياحة شاطئية بس بيعمل أوفر دي للقاهرة بيجي بالأوتوبيس يشوف كذا أو بيطلع لقصر وأسوان أه سوري لقصر من الغرداء يشوف معبد الكرنك وادي الملوك وحتشبسوت و... ولقصر وإلى آخره ويرجع تاني أو يبقى أه أوفر نايت فهي نفس الحكاية هتطبق يعني بس تبقى مثلا إيه لو فيها اسكندرية أو إن هو بس لازم من العالمين أعتقد إن هي عشان يطلع مثلا القاهره وهتاخد وقت بالاتوبيسات هي طيران شرط طيران شر. وتبقى اخر وجهه يعني ممكن يطلع على القاهره ويطلع منها على بلده من بعد كده او يطلع ويرجع تاني يعني هي العمليه لو في هي ما انا بقول حاجه الطيران هتحل مشكله كبيره جدا عايز يطلع من العالمين الاقصر ويرجع لان احنا زمان قبل 25 يناير كان في شركات بتجيب طيارات من قبرص تيجي تشوف السياح جايين من قبرص وبيشوفوا أوفر دي يشوفوا الأهرامات والجيزة ويرجعوا آه سياحة اليوم الواحد كمان في سياحة في اسكندرية آه لما بتيجي المراكب العملاقة آه بتنزل وبتنزل القاهرة و و آه المراكب دي بتبقى زيارة اليوم الواحد أيوة بتبقى بلحق. جولة البحر المتوسط آه دي فدي كلها سياحات موجودة فإحنا نقدر نربط منطقة العالمين بسياحات كتيرة موجوده عندنا بس طبعا الترانسبورتيشن او الانتقالات مهمه جدا بحيث ان هو لو هيقضي الاسبوع بس يقدر يعمل كذا ويعمل كذا انا عايز اسال حضرتك بقى عن المواطن المصري يعني النهارده العائد اللي بيعود على المواطن المصري بقى من مثل هذه المهرجانات والفعاليات ايه هو يعني النهارده لما المهرجان ده يوفر فرص عمل احنا بنتكلم في حوالي خم... لو انا مش غلطانه ألف شاب وطالب وطالبه قدروا ان هم يشتغلوا في وقت المهرجان من من يعني على مستوى الجمهوريه كلها النهارده المواطن المصري العائد بقى اللي بيعود عليه من مثل هذه المهرجانات من فرص عمل حضرتك خبير سياحي ويمكن تقول لنا لما يبقى في اشغال للفنادق مثلا بالكامل الحاجات دي كلها بتوفر فرص عمل قد ايه بتعمل ايه بالظبط والله هو كان في دراسه زمان معموله بس يعني لما كانت العمليه استيبل قبل 25 يناير اي كل مليون سائح بيوفر 200 الف فرصه عمل كل مليون سائح خلاص؟ منطقي برضه اه لانها مرتبطه بحاجات كثيره مش بس بالفنادق، الفنادق والترانسبورتيشن وتوريد المواد الغذائيه وتوريد المواد النظافه، يعني عمليات كثيره جدا حتى دلوقتي العمليات الحسابيه والدفع بالفيزا كارد والفاتوره الالكترونيه وفر فرص عمل حتى للمحاسبين و و بقت العمليه كبيره، فكل ما زاد الـ الـ فرص العمل كل ما زاد الاستثمار وزاد عدد السياح، يعني شوفي حضرتك احنا مثلا بنتكلم ان شاء الله السنه دي ممكن نصل اه الى 15 مليون بنهايه العام، فدي بتوفر فرص عمل اكيد. كل ما زاد ال الاستثمار وبعدين متوسط انفاق السائح اه مختلف وعالي، يعني يعني في ناس بتدفع مثلا 100 دولار في, ال في اليوم، في اليوم متوسط انفاق، في ناس بتدفع 150، في ناس بتدفع 250 دولار، في طبعا بتوع ده بيدفع خمس اضعاف الشخص العادي الى اخره. فاحنا بنتكلم في فرص عمل كبيره للشباب وفرص عمل كبيره لكل الوظائف اللي بتتعلق بالسياحه تقريبا سبعين وظيفه يعني او سبعين مصدر. ف بتتيح الفرص دي مش في الصيف بس في الصيف وفي الشتاء. <applause> يعني هو لو في في سياح بتبقى على مدار العام يعني على مدار العام السياحه الشاطئيه بس <applause> انا انا عايز اسالك على الشتاء احنا احنا دلوقتي كده داخلين على الشتاء إن شاء. لو انت صانع قرار تعمل ايه في الشتاء وتستغل حاله النجاح والزخم اللي حققها مهرجان العالمين عندك آلة اعلاميه قويه تخدم عليه وتعمل له تسويق عندك اماكن كتير في مصر زي شرم والغردقه واسوان او حتى العالمين لو عايز تكمل عليها عندك فنانين تقدر تجذب بيهم سواء من الداخل المصري او من الخارج يعملوا حفلات او نعمل رياضات باعتبار ان هو فعلا اثبت أنه هو يعني يقدر يعمل عمله صعبه طبعا هو تعمل ايه يعني هو شايف ايه المهرجان سلط الاضواء على مصر كلها آه، عمليات الجذب او التسويق السياحي شغاله بالنسبه للمهرجان اوكي هو زود ده عمليات التسويق السياحي شغاله طوال العام بالنسبه للدوله بالنسبه للقطاع الخاص بالنسبه للشركات للفنادق لان هو في اعلانات كلنا بتتم عملها على السوشيال ميديا والحجوزات يعني احنا السيزون ده ان شاء الله هتبص تلاقي النايل كروزس كلها فولي بوكت آه السياحة الأثرية السياحة الثقافية الفنادق حتى الأوفرلاند في الأقصر وأسوان هتبقى في نسبة الإشغالات عالية بالإضافة للبحر الأحمر الدولة مع التسويق طبعا زي ما بقول برضو زيادة طيران الشرط لأن أنا الرحلة مثلا بتجيب لو أنا نزلت 200 سايح على الرحلة الواحدة لو انت بتجيب في الاسبوع او في شركة في شركات بتجيب ممكن 10 طيارات ممكن 20 طياره في في الاسبوع شركات عملاقه يعني يعني انت بتتكلم في 2000 او اربعة 4000 من شركه واحده. ايه طيب تخيل انا لو عندي بقى الدستنيشن بالطيران دي من كل اوروبا المقل... اربع ساعات ونص، الهند ممكن تكون اه فتره طويله بس هو اتفتح خط واحد، بس لو عندي عدد رحلات اكتر 10 خمس رحلات هتبص تلاقي الاعداد زادت هتتنوع بقى السياحه الهولي لان او السياحه الدينيه لرحلة العيال المقدسه السياحه الاقتصاديه والسياحه العلاجيه وغيره وغيره كله طيب احنا يعني بقينا بنتكلم عن العالمين ومهرجان العالمين خلونا نروح لزميلنا احمد الحسيني نعرف منه تفاصيل اكثر عن ختام فعاليات مهرجان العالمين صباح الفل عليك يا احمد صباح الخير يا بسان صباح الخير يا مصطفى وصباح الخير لضيفكم الكريم ومشاهدي صباح الخير يا مصر امبارح كان حفل ختام اسطوري هنا في مدينه العالمين لفعاليات مهرجان العالم علمين يمكن الليله الختاميه امبارح بدات بمجموعه من عروض الناريه في سماء العالمين اللي اضاءت سماء العالمين بالليل كانت عروض أكثر من روعة الجمهور والمواطنين وزوار مدينة العالمين وزوار مهرجان العالم عالمين كانوا في حالة انبهار شديد طبعا بعد العروض اللي تمت في السماء بدأ تم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته في 13 يوليو ولغايه نهايته امبارح 2 سبتمبر احنا طبعا بنتكلم على 52 يوم فعاليات متنوعه ما بين رياضيه بطوله الجودو المسابقات الكره الشاطئيه وطبعا فعاليات ترفيهيه وعروض ازياء لبيوت الموضه العالميه بالاضافه طبعا للفعاليات الفنيه اللي كانت بتقام بشكل دوري وبشكل مستمر وضمت مجموعة كبيرة طبعا من فنانين المصريين ومن الوطن العربي وكان في إقبال كبير جماهيري على كل هذه الحفلات اللي كانت بتضم مجموعة وفئات متنوعة من الشباب اللي طبعا لأنها كانت فيها اختلاف للاذواق والأعمار السنية امبارح طبعا كانت الليلة الختامية مع فرقة شارموفرز اللي قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها وسط طبعا تفاعل كبير من جمهور مهرجان العالم علمين وطبعا كانت ليله ختاميه جميله اتكلمت مع عدد كبير من الجمهور واللي اتمنوا وطلبوا بشكل مباشر ان يكون في دوره شتويه لمهرجان العالم عالمين في هنا في مدينه العالمين طبعا على غرار الدوره الصيفيه اللي اقيمت الفترة اللي فاتت على مدار أكثر من خمسين يوم وطبعا يعني ما زالت لسه أصداء وأجواء المهرجان مستمرة لغاية النهاردة الناس لسه في حالة انبهار وإعجاب شديد بما تم على مدار الأيام اللي فاتت وبالذات أو خاصة في الليلة الختامية امبارح ليلة الختام لمهرجان العالم عالمين شكرا ليك يا أحمد يعني على مشاركتك لنا التفاصيل ختام فعاليات مهرجان العالمين وبنرجع مرة تانية لضيفنا الكريم اللي منورنا يعني احنا بنتكلم يعني خليني اقول السر دلوقتي هنا يا فندم انه التشارتر لو انا وفرت تشارترز بشكل دوري اقدر ان انا اجذب سايح يقدر يجي لي يعني لو انا عايزه اسبوعيا خليني اقول هل التشارترز بتبقى متوقفه بس على السائح القريب مني خليني اقول في حوض البحر المتوسط مثلا في السائح العربي ولا اقدر اخاطب بيه حتى ساح في الصين لا كان في شارتر بيجي من الصين كان في مستثمرين الاول بيجيبوا شارتر من الصين ممكن الشارتر يجيب من الهند ممكن الشارتر يجيب ان شاء الله من امريكا الجنوبيه يعني موضوع الشارتر بيعتمد على كبر حجم الطيران مثلا وفي شركات يعني حتى لو ما ما بيشتريش طيران بيقدر ياجر طيران بس الريجولاريتي في ان هو يوفر استدامه استدامه على اساس ان هو يعني دلوقتي مثلا في بعض الدول ممكن تجيب لنا سياح كتير بس ما فيش طيران مباشر فهم لما بيجوا بيجوا على طيران دول اخرى زي الهند مثلا اه في لسه مفتوح خط دلوقتي طيب انا لو عندي رجعنا مره ثانيه مع طوكيو تقريبا طيران آه مع طوكيو هي تبقى آه رحله مثلا فطبعا هي طبعا مسافات يعني وعايزه يبقى في ديلز مع الشركات اللي هناك انها تملى الطيران دي بقى بترجع للمستثمر والقطاع الخاص هو اللي بيقدر يعمل بينظم القصه بينظم القصه على اساس اصل ايه الفرق بين الطيران المنتظم والشارطة الطيران المنتظم بيتحط جداول معينه زي مثلا مصر الطيران عندها ديستنيشن لواشنطن ونيويورك وفي المفروض خط انا سمعت انه هيتفتح مع كاليفورنيا. فانا جاي مسافر فبحط او اي حد مسافر خلاص بشوف الجدول عدد الرحلات كده لو ما في المواعيد بتاعتي بشوف خطوط دوله تانية ده الطيران المنتظم. وتكلفته بتبقى عاليه طبعا وشنط pues شو واكله ووجبة والحاجات دي. التاني لا هو جاي لغرض معين هيجيب ناس معينه. هو جاي بيجيب مجاميع وبيرجعها بيجيب مجاميع وبيرجعها حسب الشركه وال. صحيح صحيح على اي حال سواء طيران الشرطه ان احنا يعني نعظم الاستفاده منه او سواء ان احنا نستفيد من قصه مهرجان العالمين ونفتح ما يعرف بسياحه المؤتمرات في عدد اخر من المحافظات المصريه او سواء بالاستفاده بتعظيم الاستفاده ايضا من العالمين نفسها ان احنا نفتح الرياضية. فيها سياحه مؤتمرات او المسابقات. نعمل منها سياحه يوم واحد كل دي يمكن اشياء كتير اتكلمنا عنها وكان بصحبتنا الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي اللي نورنا النهارده في استوديو صباح الخير مصر شكرا جزيلا شكرا, شكرا جزيلا شكرا, 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 شكرا جزيلا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره معنا خليكم معنا ومن مهرجان العالمين لمهرجان الإسماعيلية الدولي انطلقت النسخة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية واللي بيشهد لأول مرة تقديم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة طبعا مهرجان الإسماعيلية ده أحد أهم المهرجانات الدولية في مجال الفنون الشعبية هتشوف فيه فرق من الهند ومن أسيا ومن كل دول العالم اللي بيقدموا ويعرف بالفولكلور أو الفن الخاص بكل دولة كانت أول دورة لهذا المهرجان أقيمت سنة 1900 85 بيستهدف هذا المهرجان توثيق وإحياء التراث القديم للفنون الشعبيه في كافه دول العالم. انطلقت اولى فعاليات مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه في دورته الثالثه والعشرين والتي تتضمن طابور عرض الفرق المشاركه بهذه النسخه من المهرجان بشارع محمد علي بمدينه الاسماعيليه. ويقام على هامش مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيليه كما انه من المقرر ان تقام العروض يوميا حتى الخميس السابع من سبتمبر بمسار حديقه الشيخ زايد ونادي الدنفا ونادي الفيروز ومركز ومدينه فايد ومركز ومدينه القنطره غرب ومركز ومدينه القصاصين ويقام حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير بقصر ثقافه الاسماعيليه ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ثماني فرق مصرية هي سهاج الأقصر ملاوي أسوان الاسكندرية مرسى مطروح العريش الشرقية والشباب والرياضة بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بالإضافة إلى مشاركة ست فرق أجنبية هي المكسيك رومانيا سريلانكا إندونيسيا الهند وفلسطين كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة بالمهرجان ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أحد المهرجانات الدولية على مستوى العالم الذي انطلقت دورته الأولى عام 1985 ويستهدف توثيق وإحياء التراث القديم للفنون الشعبية نتعرف على تفاصيل أكثر على الهاتف معنا الأستاذة شيرين عبد الرحمن مدير عام الثقافة بمحافظة الإسماعيلية صباح الخير عليك يا فندم وأهلا بك صباح الخير يا فندم صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين نحب نتعرف إنك ابرز الفعاليات ابرز الفرق الاجنبيه اللي جايه مهرجان الاسماعيليه الدولي هتقدم في الكلور اسمه ايه ويعني لو حد عايز يشوفه او يتفرج عليه يروح فين تحديدا في معانا من الدول الاجنبيه طبعا المكسيك والهند ورومانيا وسريلانكا وفلسطين وماليزيا تقريبا مش متذكرة هم ست يعني اوكي <applause> طبعا احنا الديفلي امبارح كان في محمد علي والنهارده الافتتاح هيبقى على مسرح قصر الثقافة بعد كده في اربع مسارح جوه داخل محافظة اسماعيلية يعني كمركز مدينة يعني في م... في مسرحين كمان واحد في القنطرة واحد في الاصاصين ثلاثه آه كمان في فايد آه اسماعيليه في في حديقه الشيخ زايد في, في نادي الاسره في في نادي فيروز في, في نادي الضماره اربع مسارح جوه جوه مركز المدينه <applause> طيب لاول مره بتشارك فرقه زي فرقه القلوب او القلوب البيضاء آه دي فرقه لذوي الهمم أخذ, اخذ اعلى توكسين امبارح في الـ في الديفيلي احكي لنا بقى آه يعني انا عايزه اعرف منك الاول ايه الرسائل اللي بتحملها العرض بتاعهم واحكي لنا عن مشاركتهم طبعا معالي سيادة رئيس الجمهوريه عبياليهم رعايه خاصه واحنا اصلا شغالين على الملف دوت من فتره طويله فكنا حريصين ان هم يدخلوا معانا في مشاركين في المهرجان وكان فعلا يعني كان ليهم طابع جميل جدا وعملوا يعني انا انا كنت شايفه ان هم من الفرق اللي خدت سكتي علي قوي 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 هم يعني كان اكتر فرقه ايه العرض اللي قدموه؟ هم عملوا شويه حاجات في الكلوريه كلها من التراث المصري ما خدوش شكل اسماعيلية لا هم هي فرقة دي من اسماعيلية أصلا ولكن هي خدت من التراث على شكل الصعيدي على شكل الفلاحين على شكل الاسماعيلية يعني أخذوا أشكال مختلفة ورقصات مختلفة على مستوى الجمهورية يعني. مم. طب بالنسبة للفرق المحلية المصرية عندنا كم نوع من أنواع الفولكلور هيتقدم خلال فقرات المهرجان؟ عندنا تسع فرق آه كل فرقه ليها طابع مختلف عندنا الاقصر عندنا اسوان عندنا ملاوي عندنا مرسى آه مطروح عندنا اسماعيليه عندنا حريه اسكندريه عندنا آه <applause> يعني والله انا حابب بس تقدمي لي هيقدموا ايه يعني اسماعيليه اكيد هيقدموا السمسميه عندنا كذا واحدة من <applause> من الصعيد كل واحدة من الصعيد <applause> مختلفة. معروفة لها آه. طبع الملاية اللف الشكل بتاع البحري اسماعيلية طبعا معروفة سمسمية ملاوي طبعا سوهاج معروفة رقصة العصاية ملاوي لها برضو طبع خاص أسوان طبعا اليوم طبع تاني خالص النوبي بالشكل اللي الناس كلها عارفاه فكل احنا عندنا تعدد في الثقافات جوه, جوه القوميه المصريه نفسها في ثقافات مختلفه طيب ايه ايه يعني ايه العروض المبهره اللي دوله تانية قدمتها؟ طبعا فلسطين طبعا فلسطين احنا كلنا بنبقى شغوفين وبنحب الاداء بتاعهم بنحب الاغنيه اللي هم بي طبعا فلسطين دي دوله جوانا كلنا كانت اخده سوق فيها عالي جدا طبعا المكسيك كانت عملت حاجه لطيفه الهند عملوا عرض حلو قوي سريلانكا عملت حوارد حلو يعني هو كان امبارح كان كان كويس قوي قوي يعني ان شاء الله الافتتاح يبقى احسن بشكرك <متحدث> أستاذة شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع الثقافة بالأسماعيلية شكرا لك يا فندم أنا حضرت المهرجان ده في سنة من السنوات كان حاجة عظيمة جدا جدا أنا عاجبني قوي الألوان المختلفة اللي احنا يمكن بنشوفها على الشاشة من دول مختلفة في الشوارع بيعملوا المهرجانات أعتقد إن احنا يعني يعني رسالة لصانع القرار لو كان الامر بيدي انا استغل الفرق دي جدا في تسويق في حاجات تانية الـ 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 الالوان الفلكلوريه اللي بيعملوها يا قمه في الروعه والجميل ان هي كلها بتتعمل في مكان واحد وبتخلص فجاه لكن ما تتخيليش مثلا لما تشوفي فرقه من الهند بتعمل فلكلور بتاعها، فرقه من افريقيا بتعمل الفلكلور بتاعها، الدبكه الفلسطينيه اللي اتكلمت عنها، طبعا احنا عندنا حدث ولا حرج، احنا عندنا تراث بدوي، عندنا نوبه، عندنا صعيد اللي هو التحطيب عندنا البحري اللي قالت عليه السمسميه فتخيلي كل دول في مكان واحد يعني ليه دول ما يتمش الاستفاده بيهم وتوزيعهم اعتقد ان هو يعني محتاجه نظره تسويق افضل في القصه دي احنا كمان محتاجين نشوف مهرجان زي ده عندنا في القاهره يا ريت كده تكون خلصت حلقتنا النهارده نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر <applause>